دلتا. تمام. ايه الاوت لاينز بتوع سيكلين لسه ما النهارده؟ اشتغلش. استنى، سيكلين النهارده دسم شويتين بس درس سهل بطريقه مستفزه. يعني النهارده والسيكلين اللي فات والسيكلين اللي قبليه معاك ثلاث دروس اسهل من بعض. ويف جنريشن، ويف ترانسفورميشن واحد، ويف ترانسفورميشن اثنين. الويف ترانسفورميشن واحد كنا بنتكلم عن الشولينج، وعرفنا الشولينج اللي هو تغير في خصائص الموجة نتيجة تغير عمق القاع، وقلنا ان معامل الضحولة او معامل الشولينج كان اسمه الكي اس، وكان اقدر احسبه بطريقتين، يا اما بطريقة المعادلات يا اما بطريقة الجدول. والنهاردة في المسائل هتلاقيني جبته لك بالطريقتين، مرة جبته بالمعادلات ومرة جبته من الجدول، الاتنين سيان بالنسبة لنا، تجيب من هنا تجيب من هنا، المهم في الاخر توصل للمعامل الصح. بعد كده قلت لك ان انا عندي اكتر من خصائص تانية او ويف ترانسفورميشن تحولات بتأثر على الموجة. قلت لك ان انا عندي حاجة اسمها ريفراكشن انكسار، ديفراكشن انتشار، ريفلكشن انعكاس، بريكنج تكسر. الاوتلاينز بتاعنا النهارده واللي هنتكلم عليه بالاستفاضه بحل المسائل، لان دكتور ابراهيم مسائل الريفلكشن والبريكنج ما ادهاش، فهو مطلوب منكم نظري بس، وانا شرحت في المره اللي فاتت تعريفهم. فالمطلوب مننا النهارده ان احنا نعرف مع بعض يعني ايه ويف ريفراكشن انكسار الموجه، ونعرف مع بعض ويف ديفراكشن انتشار الموجه، ونعرف مع بعض الويف بريكنج ده انا اتكلمت عليه المره اللي فاتت وممكن اعدي عليه على السريع النهارده كمان، بس انا كنت نفسي ادهولكم. لكن انا عايز اقول لكم يا جماعه بما يرضي الله، انتوا ما كانش ينفع تاخدوا الثلاثه دول بالتفصيل السنه اللي قبل اللي فاتت. لو انا بعت لكم السكاشن، الشولينج والريفراكشن كان سيكشن، ديفراكشن كان سيكشن ونص، قعد ساعتين ونص او ثلاث ساعات، بريكنج كان سيكشن كامل مع الريفلكشن. فانت فعليا كنا محتاجين ثلاث سكاشن كامله، يعني بنتكلم في حوالي سبع او ثمان ساعات شرح عشان نخلص الويف ترانسفورميشن. الدكتور في الشولينج قلل النظري واكتفى بانك تبقى عارف ازاي بنحسب الكي اس، وازاي نقدر نحسب خصائص الامواج او الاتش عموما او الاتش خاصه اسف في الاعماق المختلفه بعد الديب ووتر. النهارده هنتكلم عن الديفراكشن والريفراكشن وجزء نظري بسيط عن البريكنج، وفي الاخر هندي امثله باستفاضه. انا هديكم ان شاء الله النهارده في الريفراكشن ثلاث امثله، في الديفراكشن مثالين. يعني انا كل امثله الكتاب باذن الله هشرحها لكم النهارده. باشمهندس اتفضل. هو الجزء بتاع الدكتوره اسمها مش عارف ايه دي، وايد مين اللي هيشرحه؟ باشمهندس مراكبي او باشمهندس هاي؟ طب انت مش هتعمل له تسجيل؟ والله محمد لو عايزين نعمل لكم تسجيل بس هيبقى بعد يوم الثلاثاء، هعمل لكم ان شاء الله. يا سعاده الباشا اعمله بعد العيد الكبير، المهم تعمله. ماشي، هعمله لكم بعد العيد، بعد الثلاثاء. تمام. السلام عليكم. مين معايا؟ محمد زكي. مين؟ زكي. يا محمد اخبارك ايه يا حبي؟ من السنطة، ويعني حبيب حبيب كده يعني. ألف مبروك هندسة على المناقشة. الله يبارك فيك يا محمد، عقبالكم كلكم إن شاء الله. ونبدأ السيكلين بقى حمو عشان ما نتأخرش، الناس هيشتمونا. نبدأ مع بعض. البداية والمقدمة اللي أنا أتكلم فيها النهاردة هي نفس المقدمة اللي أنا أتكلمت فيها المرة اللي فاتت بالظبط، اللي هو يعني إيه الويف ترانسفورميشن، وإيه هي المعادلات اللي أنا أقدر أستخدمها عشان اوصل للويف ترانسفورميشن. بقول لك تحولات الامواج عموما انا بعرفهم بمعاملين او بمعادلتين مهمين جدا. اول معادله اسمها معادله تشتت الطاقه او الويف بروبيجيشن سيكيوشن او الديبريشن سيكيوشن، دي معادله تشتت الطاقه ودي مرتبطه بالاوميجا. وزي ما قلت لكم الاوميجا دي المعادله دي بتجي لك في الامتحان كنظري. الدكتور بيقول لك ايه؟ بيقول لك يعني ايه معادلة تشتت الطاقة. طيب يا باشمهندس انت هتحفظ؟ لا مش هتحفظ. طيب هجيبها منين اذا ما كنتش احفظها؟ طبعا زي ما قلت لك الكتاب الجميل اللذيذ اللي معانا اللي هو التشارتس هتلاقي تبريشن ريليشن صفحة 2 مكتوب اوميجا سكوير بتساوي جي كي تانش كي دي.
يبقى معادلة تشتت الطاقة ببساطة جدا موجودة فين؟ موجودة صفحة 2. تاني معادلة اللي هي كانت مرتبطة بقانون بقاء الطاقة أو الconversion of energy flux، اللي هو بيقول لك إن الطاقة المفروض بتكون ثابتة من مكان لمكان، وبنفس الأسلوب هتلاقي الباور ثابت من مكان لمكان. احنا المرة اللي فاتت أثبتنا الشولينج بدلالة الإي، النهاردة هنثبت، بس أنا مش هتكلم في الإثبات لأن الإثبات مش عليك أصلا، الكي ريفراكشن بدلالة البي اللي هي القدرة، اللي هي بتساوي إي في السي جي، إي اللي هي الإنرجي، الإي السي جي اللي هي الجروب سيلوريتي أو الجروب فيلوسيتي. طيب القانون ده يا باشمهندسين، ده القانون العام لحساب قيمة الـ L، اسمه القانون العام. هتلاقوا القانون العام ده موجود فين برضو؟ صفحة 4. صفحة 4 هتلاقي كلمة intermediate، L بتساوي جيت سكوير على 2 باي تانش 2 باي دي على L. طبعا لو انت جيت تبص ويف لينث في الديب ووتر، اللي بتساوي جي تي سكوير على 2 باي، فهو يقدر يشيل الجي تي سكوير على 2 باي ويحط مكانها ال نوت، فيطلع له قانون ال بتساوي ال نوت، يعني الطول الموجي في الديب ووتر اللي هي بتساوي 1.56 تي تربيع مضروب في تانش 2 باي دي على ال. دول المعادلتين اللي انا بستخدمهم عشان اقدر احقق معاملات الويف ترانسفورميشن، يعني معاملات تحولات الامواج، سواء كان الكي اس، سواء كان الكي ار، سواء كان الكي دي، سواء كان الكي ريفليكشن، سواء كان الكي بريكنج او قيم البريكنج. تمام. طيب ايه يعني ايه ويف ترانسفورميشن؟ بيقول لك ان الموجه لما بتتولد بواسطه الرياح بتتولد في منطقه ماسي وتبدا تتحرك ناحيه السويل او اتجاه الشاطئ. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك ان الويف ترانسفورميشن عموما هو عباره عن وصف لما يحدث للموجة، وصف لما يحدث للموجة عند تحركها وانتقالها من المياه العميقة للمياه الضحلة. بعد ما بتوصل الموجة للحد الفاصل بين المياه العميقة والانتقالية، اللي هو بنعتبر دي على ال نود بتساوي نص، او ان العمق يساوي نصف الطول الموجي في المياه العميقة، تبدأ الموجة تحس بالقاع، وبالتالي بيبدأ يحصل تغير في الخصائص. ايه هي الخصائص اللي بتتغير بقى؟ الخصائص العامة اللي انا اتكلمت عليها في اول سيكشن، انا قلت لك ايه؟ ان الارتفاع هنتكلم عنه في الويف ترانسفورميشن، وهو ده الاساس اصلا اللي احنا شغالين عليه سكشننا النهاردة، السيكشن ده والسيكشن اللي فات. انا عايز ببساطة جدا يا جماعة احسب ارتفاع الموجة في الاعماق المختلفة، بس مش ده بس اللي بيتغير، لانه خد بالك الارتفاع ممكن يزيد وممكن يقل. طيب ايه تاني اللي بيتغير؟ الاتجاه. اتجاه الموجة من الديب ووتر ممكن يتغير. تغير ارتفاع واتجاه الموجة لما تدخل من الديب ووتر للشالو ووتر او من الديب ووتر للترانزيشن ووتر، ده هنعرفه مع بعض النهاردة باسم ريفراكشن، انكسار. يعني الانكسار تغير ارتفاع واتجاه الموجة نتيجة انتقالها من المياه العميقة للمياه الانتقالية بعد التأثر بالعمق بتاع القاع. طيب لو قلنا المياه انتقلت في اتجاه عمودي على الشاطئ، في الحالة دي بيبقى مفيش انكسار. يعني ايه مفيش انكسار؟ هنعرف مع بعض برضو، بس انا بس بسبق الاحداث عشان تبقى فاهم. يعني لو الموجة جاية على الشاطئ عمودية على طول، في الحالة دي بيبقى عندي تأثير واحد فقط، تأثير الضحولة، الا لو انا لقيت حاجز مثلا فخلالي يظهر انتشار. ثالث حاجه بتتغير هي السرعه. طبيعي ان انت لما تتحرك من الديب ووتر للترانزيشن ويبدا يظهر تاثير القاع يتغير السرعه. طيب ليه بتتغير السرعه؟ بتتغير السرعه لان حصل تغير في الطول الموجي. عند الانتقال من الديب ووتر للترانزيشن ووتر يقل الطول الموجي، وبالتالي تقل السرعة نتيجة إن الزمن الدوري بيكون ثابت. تمام؟ طيب إيه أهم التأثيرات اللي ممكن تحصل للموجة بقى؟ بقول لك أول حاجة اللي إحنا اتكلمنا عليها الضحولة، ودي في حالة إن الموجة كانت جاية عمودية على الشاطئ، وبالتالي ما لقيتش غير إن تأثير القاع اللي بيأثر عليها،
فلما لقى التأثير القاع بيأثر عليها، أثر على ارتفاعها، على اتجاهها، لا اتجاهها ما اتغيرش، فعشان كده قلت لك ما حصلش ريفراكشن، أثر على ارتفاع، على السرعة، على الطول الموجي. الانكسار إن الارتفاع والاتجاه يتأثروا، وطبعا كده كده الطول الموجي والسرعة بتتغير بتغير المكان. الانتشار إن يبقى في حواجز سواء كانت طبيعية أو سواء كانت صناعية، وبالتالي يبدأ يحصل انتقال لطاقة الموجة عرضيا. الانعكاس إن يكون في حاجة جامدة جدا أنا حاططها زي فيرتيكال بريك ووتر، فالموجة تصطدم فيه وترتد، فبنسمي ده اسمه انعكاس أو ريفلكشن. آخر حاجة التكسر أو البريكنج، وده بيحصل في المناطق القريبة من الشط نتيجة تشتت جزء كبير جدا من الطاقة. تمام، ادي الرسمة اللي رسمناها المرة اللي فاتت، وقلت لك الترانسفورميشنز اللي ممكن تحصل بالنسبة لي في حالة ان الموجة بتتحرك بالقرب من الشط. لو زي ما قلت لك لو الموجة عمودية على الشط زي اللي قدام حضرتك دي، يظهر لي تأثير واحد بس، تأثير الشولينج. لو الموجة جاية باتجاه في الديب ووتر وبدأت تغير من اتجاهها بالقرب من الشط، يظهر لي تأثير ما يسمى الريفراكشن، الانكسار. لو الموجة لقت حاجز أمواج كده وقررت إنها تعدي من الحاجز ده، ففي الحالة دي بنسمي ده اسمه انتشار، ديفراكشن. طيب لو الموجة لقت حاجز بالارتفاع ده واصطدمت بيه وارتدت، حصل لي حاجة اسمها ريفلكشن أو انعكاس. طيب بالقرب من الشط الجزء اللي حصل فيه تشتت ده هو ده الجزء اللي بيحصل فيه بريكنج، وساعات البريكنج بيحصل على التكسر ده بيحصل على حواجز الأمواج برضه. مش احنا قلنا يا باشمهندس ان المياه بعد حاجز الأمواج ده في أغلب الوقت تبقى ساكنة؟ ما هي تبقى ساكنة يا محمد فعلا، وهثبت لك ده بارتفاع الأمواج النهاردة. تمام تمام، هنتكلم باستفاضة بقى عن حاجة اسمها الريفراكشن. الريفراكشن لو جيت تبص الصورة دي، صورة بتوضح ان الموجة كانت جاية لك، شايف الميول بتاع المية، المية كانت جاية بميل واضح جدا اهو. طيب لما قربت من الشاطئ تقريبا دخلت عمودية على الشاطئ. طيب ده برضو فين اهو في الطبيعة في الواقع اهو، شايف المية عاملة ازاي؟ بص ادي الخطوط اهي، اول ما قربت من الشاطئ بدأت تظبط دنيتها بحيث تكون عمودية على الشاطئ. فيبقى تعريف الانكسار ايه يا باشمهندسين؟ بقول لك تعريف الانكسار ببساطة جدا هو تغير خصائص الامواج. انه خصائص اللي هتتغير حاجتين، اتجاه وارتفاع. على فكرة انا بتكلم على الارتفاع خصوصا لان انا اتكلمت على الطول الموجي والسرعة قبل كده. اي انتقال من الديب ووتر للترانزيشن او الشالو، الدي اتغير، لو يبقى غصب عنك اللي اتغيرت سي اتغيرت، فده اللي اتغيرت، السي اتغيرت، الاي اتغيرت، البي اتغيرت. لكن انا بستقصد في الويف ترانسفورميشن اركز على حاجة معينة الا وهي ارتفاع والاتجاه، لان دول اللي انت مدرستهمش في اول باب. فبقول لك هو تغير خصائص الامواج سواء كان اتجاه او ارتفاع نتيجة ان الموجة غيرت سرعتها لتأثرها بالعمق بتاع المية، حيث يكون اتجاه الامواج ثابت في المياه العميقة. طول ما المية ماشية في المياه العميقة فبيكون اتجاه الموجة واحد ما بيتغيرش، لكن لما ببدأ ادخل من المياه العميقة للمياه الانتقالية الموجة بتبدأ تغير اتجاهها. ليه بتبدأ تغير اتجاهها يا باشمهندسين؟ ما انت لازم تسأل نفسك، هي ليه الموجة عايزة تدخل عمودية على الشط؟ بقول لك الموجة عايزة تدخل عمودية على الشط لان مفروض دي الحالة اللي بتكون فيها الموجة مستقرة. الموجة في الحالة دي مستقرة، على فكرة ده اتزان طبيعي، وعايز اقول لك ان في علماء كتير جدا حاولوا يعكسوا الاتزان ده ما عرفوش، ده بتاع ربنا مش بتاع اي حد. الاتزان الطبيعي ان الموجة عايزة تستقر فبتدخل عمودية على الشاطئ. طيب بدل دخلت عمودية على الشاطئ فحصل تغير في الاتجاه، حصل تغير في الارتفاع نتيجة تغير العمق، وكمان بيحصل لك تغير في الطول الموجي وتغير في السرعة. فعشان كده التعريف بتاعنا بيقول لك ايه؟ خواص الامواج بتتغير اللي هي اتجاه وارتفاع نتيجة تغير سرعتها. يعني ايه تغير سرعتها؟ هتعرف دي كمان دقيقتين. يعني ايه تغير سرعتها؟ يعني الموجة الواحدة ليها سرعتين يا باشمهندس، هتعرف ده كمان دقيقتين ما تستعجلش. هي هتلاقي ان الموجة
الواحده ذات سرعه واحده، لكن لان انا عندي اكتر من موجه وبالتالي كل موجه يكون لها سرعه مختلفه، فده اللي بيخلي الاتجاه بيتغير. وهنعرف ده زي ما قلت لك كمان دقيقتين عشان بس تبقى عارف. تمام، ادي الرسمه بتاعك ايه، ادي الديب ووتر، الدي على ال نود بتساوي نص، ادي خطوط الكونتور. ركز بقى معايا عشان اقول لك ليه السرعه بتتغير. تفتكر لو قلت لك المسار اللي الموجه دي بتسلكه اطول من المسار اللي الموجه دي بتسلكه ولا العكس؟ تاني، المسار ان الموجه دي بتسلكه اطول من المسار اللي الموجه دي بتسلكه ولا العكس؟ شاور بعد اذنك يا باشمهندس عشان مش شايفين. شاور بالليزر. حاضر، سلام. وبعدها بعد اذنك يا باشمهندس في سؤال هسأله بس بعد ما نخلص الحته. ماشي ماشي. بص يا محمد اهو، ده المسار ده والمسار ده، المسار الاطول ده ولا ده؟ تالي الاثنين قد بعض. الاثنين قد بعض ايه يا اللي تنشك ببطنك؟ لو انا قلت لك ده نص قطر الدايره وده جزء من دايره اهو، المحيط ده هو نفسه المحيط ده ولا المحيط يتغير؟ لا كده المحيط اتغير. لما المحيط يتغير يبقى المسار بيكبر ولا بيقل؟ لو المحيط لا. لو نص القطر زاد يبقى المسار بيكبر، لو نص القطر قل يبقى المسار بيقل، وبالتالي المسار اللي بتسلكه الموجه دي اقل من المسار اللي بتسلكه بالموجه دي. طيب لو انا قلت لك ان مفروض الموجتين دول يوصلوا هنا بنفس الدقيقه في نفس الثانيه، ايه اللي يحصل؟ يبقى السرعه تختلف، واحده تسبق يبقى التانية. لازم واحد منهم هيسرع نفسه. ايوه بالظبط. تغير السرعه ده يا باشمهندس هو ده اللي بيقول لك ان خواص الموجه اتجاه وارتفاع بيتغير نتيجه تغير السرعه، وهتعرف ده بالتفصيل برضو. انا عامل لكم الحته دي كشرح لكن ده ليك انت عشان الدكتور ما دخلش في التفاصيل دي اصلا. فانت عندك السرعه بتاع الموجه دي هتبقى اكبر من سرعه الموجه دي، وبالتالي ده هيغير لي اتجاه، وكذلك الموجه هتبدا تتاثر بالقاع فيغير لي عمق. وهنعرف ده بنحسبه ازاي مع بعض. ممكن اسال بقى؟ اسال محمد. انت قلت لي دلوقتي ان الموجه بتخش على الشاطئ بشكل عمودي عشان دي الحاله اللي بيبقى ليها اتزان. بالظبط. وقبلها بثلاث ثواني قايل ان في موجات بتمشي موازيه للشاطئ. لا حبيبي، الموجه دي اهي دي كده موازيه للشاطئ. انا بتكلم على الخطوط العموديه اتجاه الموجه نفسه داخل فين؟ عمودي على الشاطئ. داخل عمودي على الشاطئ. بص هنا يا محمد، شايف الرسمه دي؟ شايف الموجه اللي حصل لها؟ الموجه اتغيرت اتجاه. ليه؟ عشان تدخل عمودي على الشاطئ، لان دي حاله الالتزام بتاعها. تمام. حد عنده اسئله يا جماعه في الكلام ده؟ عندك اسئله يا سلمي؟ يعني مش متخيل شويه موضوع التغير في السرعه ده، بس هقوله لك دلوقتي، هبينه لك دلوقتي بالتفصيل الممل. هي دايما السرعه بتقل يا باشمهندس لما الموجه تخش في المنطقه الضحله؟ سرعه ماشي يا حبيبي. ما هو بص يا محمد، لازم تبقى فاهم ان هنا في طول موجي وهنا في طول موجي. ده بخلينا افهمك دي في السلايد اللي جاي عشان تبقى فاهم معايا. تمام ماشي، السلايد اللي جاي هفهمك الموضوع ده. بص يا سلمي، ده كده خط الشط. تمام. بص الموجه يا محمد، ايه اللي بيحصل لها؟ ده اتجاه الموجه ولا مش اتجاه الموجه؟ تمام، اتجاه الموجه. ده اتجاه الموجه. لو انا وصلت بين قمم الامواج دي، يعني بص انا هوصل بين قمم الامواج، الخط اللي انا وصلته بين قمم الامواج دي بنسمي الخط الوهمي اللي بيوصل ما بين قمم الامواج دي بحاجه اسمها الكريست، كريست لاينز. انت هتعرف اهميته دلوقتي بس مش عايزكم تستعجلوا حاجه، انا كده كده كل اللي انت بتساله هجاوبك عليه. يبقى لو انا قلت ده اتجاه الموجه ووصلت بين قمم الامواج دي، فده هنسميه كريست لاينز. يعني ايه؟ خط وهم بتمر بقمم الامواج. طيب لو قلت لك خد لي الخط العمودي على الخط الوهمي ده، العمودي على الكريست،
العمود على الكريست ده بنسميه اورثوجونال. انت بتقولي ليه كده يا باشمهندس؟ بيقول لك ببساطه جدا الاورثوجونال ده هو اللي بيمثل لي اتجاه الموجه الفعلي، هو اللي بيمثل لي اتجاه الموجه الفعلي، وهو نفسه بيمثل لي اتجاه الرياح. تاني يعني الموجه ماشيه لك كده اهو، انت وانت واقف في الشط، لو انت واقف هنا الموجه هتجي لك في الاتجاه ده زي ما انت شايف كده قمم وقاعات وانت واقف. لو وصلت قمم الامواج في الحاله دي سميت البعد ده اسمه كريست. لو خدت العمودي على قمم الامواج دي بقى اسمه اورثوجونال. تمام. طيب ده ليه يا باشمهندسين؟ انا بقول لك ده ليه، ركز بقى معايا بقى الله يكرمك. الاول هنقول التعريفات المهمه. يبقى كريست لاينز خطوط وهميه تمر بقمم الامواج والمسافه الافقيه بينها اهي المسافه، تخيل دي قمه ودي قمه، يبقى المسافه الافقيه دي بتمثل لي ايه؟ طول موجي. طول موجي. فعشان كده بقول لك ايه، خطوط وهميه تمر بقمم الامواج والمسافه الافقيه بينها تمثل الطول الموجي. طيب عرفناه. الاورثوجونال او خطوط التعامد، خطوط وهميه تكون عموديه على خطوط قمم الامواج، عرفناها، وتمثل اتجاه انتشار الموجه، يعني الموجه جايه لك في الاتجاه ده بتتحرك في الاتجاه ده وهو نفس اتجاه الرياح. اللي بعده الريفراكشن انجل. خلينا بس ايه نجري سنه وهرجع للريفراكشن انجل، ركز بقى معايا لان ده اهم حاجه في الدرس في الريفراكشن. بص يا محمد، دي خطوط كونتور. يعني ايه كونتور؟ يعني بتمثل لي القاع بتاع البحر. ماشي. اللي حصل ان ده كان الكريست، الكريست ده بيمثل لي ايه؟ قمم الامواج. يعني ايه قمم الامواج؟ يعني الموجه جايه مش جايه عموديه على الشط. طيب بدل الموجه مش جايه عموديه على الشط هتلاقي الاورثوجونال جاي بزاويه ميل زي ما انا رسمه هنا. لحد هنا حد عنده مشكله؟ حد عنده مشكلة؟ لا احنا بنحاول نتخيلها بس. انا هخلي والله العظيم جايب لكم فيديو ليها اصلا عشان تتفرجوا عليه، بس انا بس عايزك تفهم معايا، انا هخليك تتخيلها بالرسم. انا كده انتقلت منين لفين؟ من منطقة المياه العميقة داخل لمنطقة المياه الانتقالية. طيب ايه اللي يحصل لما انتقل من منطقة المياه العميقة للمياه الانتقالية؟ يبدأ يحصل تغير في الاتجاه. بص اللي هيحصل ده تغير في الاتجاه. انه الاطول يا سلمي، المسار اللي الموجه دي هتسلكه ولا المسار اللي الموجه دي هتسلكه؟ اللي على اليمين. اللي على اليمين. طيب مش انت بتقول ان الزمن الدوري ثابت؟ تمام. يبقى مفروض الطول الموجي بتاع الموجه دي اطول ولا اقل من الطول الموجي بتاع الموجه دي؟ اللي على اليمين يبقى اطول. يبقى السرعه بتاعتها اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ يبقى انه سرعه اكبر؟ تبقى على اليمين. وصلت ولا ما وصلتش؟ تمام. يعني هما سرعة على اليمين اتغيرت علشان تاني. معلش يا باشمهندس، تاني يا محمد، انا بقول لك ان انت دلوقتي ادي الموجه اهي، ادي ده خطوط الاورثوجونال وادي خط الاورثوجونال الثاني وادي الكريست. فقلنا الاورثوجونال ده بيمثل اتجاه انتشار الموجه، الموجه جايه هنا باتجاه مايل على خطوط الكونتور عموما يعني. طيب ايه خطوط الكونتور دي؟ زي ما قلت لك هي اللي بتمثل لي خطوط الكونتور بتاع القاع. فالموجه جايه بزاويه اتجاه. طيب الموجه عايزه تعمل ايه على الشط يا محمد؟ تخش عمودي عليه. يبقى تبدا تعمل ايه في اتجاهها؟ تكسر اتجاه. تبدا تغير اتجاهها، لا تنكسر، او نسميها انكسار. فالموجه دي والموجه دي مفروض ان ده حصل لها انكسار اهو وده حصل لها انكسار. على فكره انا كنت بعرفهم ازاي بيرسموا ده اكزاكت من سنتين، بس ده اتلغى من عليكم لان مفيش وقت. اكزاكت انك تقول لي ده هيبقى طوله 3.5 وده طوله 3 بس. طيب ده بيفرق في ايه؟ بدل المسار اللي على اليمين اطول من المسار اللي على الشمال، ايه اللي يحصل في سرعه الموجه؟ هتزيد هنا عن هنا. ليه؟ لان ببساطه الطول الموجي بتاع الموجه دي زاد عن الطول الموجي بتاع الموجه دي. فيحصل ايه؟ ان الموجه هتبدا تتحرك. بص بص اهي. ايه اللي بيحصل في اتجاه الموجه؟ دخلت عموديه على الشط، فالمسار اللي سلكته الموجه دي من الاول للاخر اكبر من المسار اللي سلكته دي الموجه دي الاول للاخر.
طبعا الموجة دي بتتكون من اكتر من يعني هنتكلم ليه بتمثل لي موجة معينة. بص نرجع تاني بقى ده اللي كنت عايز اقوله لك. المفروض اللي على اليمين دي هتزود سرعتها عشان توصل في نفس الوقت بالظبط يا محمد. بص بقى بص الرسمة دي وركز معايا. ده اللي هو الكريست او خطوط الكريست اللي هي الخطوط اللي هي المنقطة دي وده الطول الموجي. لو الخط بتاع الكريست ده مال اللي هو ده يعني تفتكر الخط بتاع الكريست ده مال. بص ده كده مايل وده كده مايل ماشي وبقول لك ده كده الأورثوجونال اهو وده كده الأورثوجونال اهو. فهتلاقي مسار الموجة دي عملت ايه. بص بص وده مسار ده عامل ازاي. شايف المسار الكبير ده هيخلي لك الطول الموجي بتاع الموجة دي اكبر من الطول الموجي بتاع الموجة دي. ده الطبيعي عشان الموجة عايزة تزود سرعتها. طيب لما الموجة زودت سرعتها الطول الموجي زاد. لما الطول الموجي زاد بقى عندي تغير في الاتجاه لحد ما ادخل عمودي على الشط. وصلت ولا ما وصلتش؟ هو مثلا مش مهندس ما ينفعش نقول ان الموجه اللي على الشمال انها وصلت المنطقه الشولينج قبل الموجه اللي على اليمين فسرعتها قلت عن الموجه اللي على اليمين. يعني ايه؟ انا متهيالي اللي انا فاهمه ان ممكن يبقى الموجه اللي على الشمال وصلت لمنطقه الشور قبل الموجه اللي على اليمين لانها اقرب للشور فبالتالي هي سرعتها قلت قبل الموجه اللي على اليمين. ايوه يا حبيبي ما هو انت كل بص يا محمد بص يا محمد انت كل ما بتقرب من الشط اللي بيحصل اللي بتقل والسي بتقل دي مسارها اصغر صح؟ تمام. فلما توصل للنقطه دي سرعتها تبقى اسرع من النقطه دي. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يعني انا مش هو لسه مش باين عندي بس يعني اعتبر مظبوط. انت بص بقول لك ده كده نفس الخط ماشي. الموجه دي هتوصل من النقطه دي للنقطه دي قبل الموجه الثانيه بتبقى سرعتها اقل اسرع من الثانيه فبالتالي هم في الاخر الاثنين هيوصلوا لنفس المرحله. الاثنين هيوصلوا لنفس المرحله امتى؟ لما يبقوا عمودين الاثنين مع بعض. تمام. لكن طول ما في اتجاه في مسار اكبر من مسار المسار ده اكبر من المسار ده. طول ما المسار اكبر من المسار فالسرعه فالموجه عماله تزود سرعتها تزود سرعتها. بتزود سرعتها ليه؟ بتزود سرعتها عشان تخلي الشكل اللي قدامك ده وتوصل لمرحله الاتزان. بص هي عايزه تزود سرعتها ليه عشان توصل للمرحله دي. اول ما بقوا الاثنين عموديين تفتكر بقى في فرق في السرعه؟ لا الاثنين بقوا زي بعض. الاثنين بقوا زي بعض خالص فيدخلهم تحس ان الموجه داخله لك في نفس الثانيه. طب ممكن ترجع اثنين سلايد بس يا باشمهندس لورا كده ايش عشان بس كان مكتوب حاجة عايزة لا ورا كمان دي. ايوه دي هندسة اللي كنت واقف فيها دي. وبالتالي سرعة الموجة بتقل كلما اقتربنا من الشاطئ وده عكس أيوة اللي احنا قايلينه الوقت. افهم 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 انا لما تتحرك من الديب ووتر الكلام ده جنرال يا محمد. لما بتحرك من الديب ووتر للشال ووتر اللي بيحصل في طول الموجة المفروض ان الطول الموجي بيزيد يا عيل. بيقل اسف معلش الطول الموجي بيقل. ايوه يبقى سرعه الموجه هتقل. يبقى انت عندك هنا كده لما بدخل من الديب ووتر السرعتين دول سواء الشكل ده او الشكل ده الاثنين دول ال اقل من ال نوت. مظبوط ولا مش مظبوط؟ ايوه مظبوط. تمام ولا مش تمام؟ تمام. بص ايه عايز تبان اكتر. بص يا محمد شايف ال واحد هنا؟ شايف ال واحد ده؟ ايوه ال واحد هنا هتلاقيه اللي هو الجزء ده. هتلاقي هنا ال واحد اللي هو طول الموجي هنا اقل من الطول الموجي ده. انا بتكلم في نفس المكان احنا دلوقتي خطوط كونتور فانت المفروض هنا هتعمل ايه؟ ادي ال الثانيه يعني انت حضرتك انه بقاصد ان السرعه قلت عن ما كانت في الديب ووتر انما لما دخلت هنا الكلام عام. انا لما بدخل من الديب ووتر للشال ووتر الطول الموجي بيقل والسرعه بتقل. لكن بالنسبه للامواج اللي عندي انا ما عنديش موجه واحده انا عندي ممكن يكون عندي 20,000 موجه زي ما انت عندك كده. فكل موجه لما تقرب يعني كل ما مسار الموجه يقل كل ما الطول الموجي بتاعها بيقل كل ما سرعتها بتبقى متزنه. انما لو هتاخد يعني تفتكر لو انا عندي موجه هتاخد المسار ده
هتبقى نفس الموجه اللي هتاخد المسار ده، نفس الموجه اللي هتاخد المسار ده، ولا هيبقى في فرق بينهم؟ في فرق. ايه الفرق؟ الفرق ان كلهم عايزين يدخلوا في نفس الزمن على الشط عمود، السرعه دي الموجه دي تزود سرعتها، والموجه دي تزود سرعتها، والموجه دي تزود سرعتها. ايه اللي متحكم في السرعه؟ الطول الموجي، لان الزمن ثابت، فغصب عنك الطول الموجي بتاعك بيزيد بالنسبه للاتجاهات دي. المشكله ان انتوا يعني الجزء ده ملغي من عليكم كرسم، فعشان كده انت مش حاسس بالارقام. انما لو انا كنت رسمته لك، وللاسف الدكتور ما خلاناش يرسمه، كنت هتعرف ان الطول الموجي هنا فعلا اطول من الطول الموجي هنا، اطول من الطول الموجي هنا، اطول من الطول الموجي هنا، في نفس المنطقه، بحيث ان هنا السرعه تزيد والسرعه هنا تقل. بس ان احنا لما اللي بنشوفه بعيننا ان السرعه بتزود، يعني ان السرعه بتزيد كلما اقتربت من الشاطئ. لما قرات هنا انها تقل لخبطت. لا انا بتكلم، انا بص خلاص، احنا انتقلنا من الديب ووتر للشالو ووتر. الديب بتزيد والشالو بتقل. جوه الشالو بيبقى فيه سلوك للموجتين اللي شغالين معايا. ازاي؟ انا عندي اول موجه اللي هي على اليمين دي، وعندي اللي على الشمال دي. فاللي على الشمال دي تبدا تغير اتجاهها في مسار اصغر، اللي على اليمين تبدا تغير اتجاهها في مسار اكبر. فعشان كده الطول الموجي بتاعها اكبر والسرعه بتاعتها بتزيد. ادي ال1، ادي ال2، زي ما قلت لك ده بيبقى مسار اطول، وبالتالي هتلاقي ان السرعه هنا عند السي 2 اكبر من السرعه عند السي 1. وصلت ولا عيد؟ لا تمام يا باشمهندس، وصل. لو حد عنده اسئله يا جماعه يا ريت يقول لي، انا ما عنديش مشكله. انتوا عارفين يعني انا بحبكم، وانا بقعد معاكم بالوقت ده ما بعملوش مع بتوع سنه تانية والله. فاي حد عنده اسئله يا ريت يسال عادي، ما عنديش مشكله ان انا اجاوب مره واثنين وثلاثه. فيظهر لك هنا يا جماعه حاجه انا ما اتكلمتش عليها لسه، حاجه اسمها زاويه الانكسار. وركز معايا، ايه زاويه الانكسار دي؟ لو قلت لك ان ده خطوط الكونتور، فده خط الكونتور اهو، تمام. بيقول لك الزاويه المحصوره بين خطوط الكريست. خد بالك خطوط الكريست دي عباره عن ايه. بص يعني الموجه فين اهي، دي كده خطوط الكريستا، دي القمم. فانا وصلت ما بين القمم دي بقى الكريست، العمود على القمم دي بقى هو القرص، تمام. بيقول لك ان الزاويه المحصوره بين خط الكريست وبين خط الكونتور، او الزاويه المحصوره بين العمود على الكونتور والارثوجنال، ما هي نفس الزاويه. ما هو الكريست هندسه العمود عليه ارثوجنال، والكونتور العمود عليه العمود على الكونتور. يبقى الزاويه المحصوره بين الكريست لاين وما بين خط الكونتور دي اسمها زاوية الانكسار. الزاوية المحصورة بين الأرثوجنال والعمودي على الكونتور ده اسمها برضو زاوية الانكسار، أو ريفراكشن أنجل. أدي التعريف بتاعها أهو، بيقول لك الزاوية المحصورة بين خطوط قمم الأمواج اللي هي الكريست وخطوط الكونتور التي تمثل القاع، أو الزاوية المحصورة بين خطوط التعامد اللي هي الأرثوجنال وبين الخطوط العمودية على خطوط الكونتور للقاع. طيب بيقول لك إزاي الانكسار بيحصل؟ بقول لك ببساطه جدا، في المياه العميقه ما عندكش اي انكسار، الموجه بتستمر في اتجاه. بعد ما بتدخل المياه العميقه بيبدا يحصل تغير في سرعه الموجه من قمه لقمه، وبيستمر حدوث الانكسار حتى تصبح خطوط التعامد عموديه على خط الشاطئ، او الارثوجنال عمودي على خط الشاطئ. يعني الموجه بتدخل عمودي على خط الشاطئ، تمام. تعالى اوريك الفيديو اللي انا بتكلم فيه دلوقتي يا جماعه، نشغل بس الفيديو. هو معدل تغير الزاويه ده يا باشمهندس بيبقى منتظم ولا مش منتظم؟ الزمن ثابت دايما يا محمد. احنا على فكره ده فرض انا قلت لك عليه، ان احنا بنفترض ان الزمن ثابت في الموجه المنتظمه. انا بتكلم عن التغير بتاع الزاويه بتاع الانكسار. الزمن ثابت برضو، انا فاهم قصدك. الزمن افترضه ثابت في الحالتين، الموجه المنتظمه افترض ان الزمن بتاعها ثابت، هو الطول الموجي الوحيد اللي بيتغير، سواء كان بيزيد او بيقل، وبالتالي هو اللي بيغير في السرعه، تمام. ده يا جماعه فيديو بيوضح لك الشولينج والريفراكشن. اللي قدام حضرتك ده الشولينج، ان انت عندك طول ما الموجه موجوده في الاتجاه موجوده في الديب ووتر، فما بتتاثرش بالقاع. اول ما تبدا تدخل للترانزيشن تبدا تتاثر بالقاع، هتلاقي هنا حركه المياه حركه دائريه، بينما هنا حركه المياه
اللي هي جزيئات الميه الابسويد. وبص خد بالك بقى، شايف الشكل بتاع البلونجنج ده اللي هو انا واقف عليه ده، دي بدايه، خد شوف شكل الموج عمال بيتغير اهو، دي بدايه حدوث، ثانيه واحده بس عشان ده الانكسار، دي بدايه حدوث التكسر المنطقه اللي انا واقف عندها ده. ده كده يا جماعه الانكسار. بص اللي قدامك ده اللي رايح للموجه ده، ده خطوط الكريست، اللي رايح للموجه ده، ده خطوط الكريست، ده اللي بيمثل لي خطوط قمم الامواج، تمام؟ رايحه للشاطئ اهي، اللي يبدا يحصل فيها عايزه تدخل عموديه على الشاطئ، فيبدا تغير من اتجاهها بالقرب من الشكل اللي قدامك ده اللي هو بنسميه خليج او لسان. بص اللي حصل، اللي حصل ادي خطوط الاورثوجونال، عمودي 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 على الشكل، عمودي على الشكل، عمودي. لازم تلاقي خطوط الاورثوجونال عمودي على خط الشط ده، اسمه البي اللي هو بيسموه خليج، وده اسمه اللسان اللي هو بيسموه اللي هو الهند الهيد لاين الاند اللي هو بيسموها لسان. لو خدت بالك هتلاقي ان في بقى منطقه اسمها منطقه تركيز الطاقه اللي هي هنا، بتلاقي كل الامواج تقريبا بتضرب فيها، ومنطقه تشتيت للطاقه او المنطقه اللي بيسموها لو ويف انرجي اند ديسبوزيشن، منطقه الطاقه فيها مش مركزه او الطاقه فيها ضعيفه زي المنطقه دي اللي هي منطقه الخليج دي. منطقه الخليج اللي حصل فيها خطوط الكونتور خطوط الاورثوجونال عماله بتتباعد عن بعضها، فهتلاقي هنا كل المنطقه دي فيها خطين. انما شوف المكان ده اللي هي الرز دي، الرز دي اللي حصل فيها كل الخطوط بتاع الاورثوجونال عماله تضرب فيها عشان تلاقي نفسها عموديه على الشط. بص اهو امشي مع الخط، بص الويف كريست اهو، ده اللي انا كنت بشاور عليه، وده الويف اورثوجونال. هسيب لكم الفيديو الاخر كده عشان تفهموا الدنيا برده ماشيه ازاي. تمام، عايز بس اشوف لو في اي حاجه تانية. لا ده بقى اللي هو التكسر والكلام الجميل ده، خلاص كده. ادي الشكل اللي قدام حضرتك بعد ما فهمنا بقى الاورثوجونال وعرفنا يعني ايه كريست وعرفنا الكلام ده. فانت فهمت ان الكريست هي بالنسبه لي خطوط قمم الامواج. بص بص يا طارق، شايف القمه اهي، شايف الموجه ماشيه ازاي، شايف الموجة اللي بعدها؟ بص اللي حصل في الموجة، بص الطول الموجي، ركز بقى معايا. أيوة الطول الموجي للموجة دي يا سلمي، ايه علاقته بالطول الموجي للموجة دي؟ اكبر منها بره، اكبر طيب. من طيب هنا اكبر منهم الاثنين. طيب ده اللي يخلي لك اللي يتغير السرعة، السرعة بس تغير تخلي الاتجاه كله يوصلهم في نفس المنطقة في نفس على الشط في نفس الدقيقة. بس انا متهيألي السرعه اللي بتتغير هي السرعه في اللي هي الطول الموجي بتاعها اقل، هي اللي سرعتها بتقل مش التانيه اللي سرعتها بتزيد. يعني ايه السرعه بتقل؟ الموجه اللي طول الموجي بتاعها اقل اللي هي القريبه هي اللي سرعتها بتقل لانها اقتربت من خطوط الشط. طب ما انا بقول كده يا ابني، يا نهار انت، هو انت من الصبح فاهم ان انا بقول لك ان السرعه هنا اقل من السرعه هنا؟ مش شايف، بس مش شايف ايه اللي بيتشاور فين، بس انا كنت فاهم ان حضرتك بتقول ان السرعه في الموجه اللي هي طول الموجه اعلى هي اللي بتزيد. ايوه يا ابني، ما ده فعلا هنا السرعه، ده ما هو الزمن ثابت يا محمد، لما طول الموجه يزيد ايه اللي يزيد؟ انا قصدي ان انا اللي فاهمه انا ان السرعه هتقل في اللي طولها موجه صغير، انما هتفضل ثابته في اللي طولها موجه كبير لانها لسه ما اتاثرتش قوي بالخطوط الكونتور بتاعت الشط. لا يا حبيبي، بمجرد ما تتحرك من الديب ووتر يا محمد وتنتقل جوه الترانزيشن ووتر فهي اتاثرت فعليا، ده لو انتقلت سمتي جوه الديب ووتر اتغيرت فعلا. بس الزمن عندنا ثابت، فايه اللي بيحصل؟ الموجه دي الطول الموجي بتاعها عمال بيقل، وهنا الطول، خد بالك هو انا بقول الطول الموجي اكبر، بس هل ده معناه ان هي الطول الموجي بتاعها اكبر من الديب ووتر؟ لا اكيد. بالظبط، لان اصلا هي بتغير من اتجاهها، خد بالك طول ما هي ماشيه في الديب ووتر الطول الموجي بتاعها كبير، هي واخده اكبر طول موجي، فهي لما بتتحرك للترانزيشن بيبدا الطول الموجي بتاعها يتغير يعني بيقل، يعني الطول الموجي هنا وهنا وهنا اقل من الديب ووتر، لكن هنا الطول الموجي اكبر من هنا واكبر من هنا. طيب ايه اللي يحصل بقى لما الطول الموجي يكون هنا اكبر من هنا؟ يبقى السرعه هنا اكبر من هنا، وده اللي لازم يحصل. ما هو انت يا محمد عشان تقول لي ان دول كلهم هيدخلوا في نفس الثانيه على الشط، لازم السرعه بتاع الموجه هنا تكون اكبر من السرعه بتاع الموجه هنا، تكون السرعه بتاع الاكبر من الموجه هنا.
يعني لو قلنا دي بدأت عند 3 ثواني ودي بدأت عند 3 ثواني ودي بدأت عند 3 ثواني ماشي، وكلهم يوصلوا عند 10 ثواني، والمسافة اللي هتقطعها الموجة دي 100 متر، والمسافة اللي هتقطعها الموجة دي 200 متر، ودي 300 متر. فالطبيعي انك تقول لي ايه؟ السرعة بتساوي المسافة على الزمن. كلهم قطعوا 5 ثواني مثلا، فاقسم لي ال 300 على 5، واقسم لي ال 200 على 5، واقسم لي ال 100 على 5، فهتلاقي السرعة هنا أكبر من السرعة هنا، أكبر من السرعة هنا، عشان الطول الموج هنا أكبر من طول الموج هنا، أكبر من طول الموج هنا. تمام، أنا موافق على الكلام ده. يا حبيبي أنت اللي معترض. لا أنا معترض بس على إن الـ الـ إن السرعة بتقل مش بتزيد، بس إنما هي فعلا اللي بره هي أسرع من اللي جوه، لكن اللي جوه هي اللي سرعتها قلت مش اللي بره اللي سرعتها زادت. بس ده الأصل. ممكن نمشيها زي ما انت عايز ده، بس يعني فعليا الكلام ده غلط، بس ممكن نمشيها زي ما انت عايز عشان نريحك. اللي هو هنا لما السرعه تقل هنا السرعات ثابته، وبالتالي اللي دول اسرع. هي سرعتها مش ثابته، بس هي سرعتها قلت. هو بس باشمهندس سرعتها قلت اكتر. يا باشمهندس هو قصده ان هما الاثنين سرعتهم بتقل، بس اللي جوه دي معدل القل بتاعها قلت اكتر. ايوه صح يا محمد، كلامك مظبوط. ما هو ده اللي انا بقوله، ان هما كده كده اسرع اقل من الديب ووتر، بس بالنسبه لبعضهم اسرع. بس كده تمام، كلامك مظبوط يا ربيع. هو انا اصلا ده اللي اقصده، ان انا قلت لك انسى الديب ووتر بقى، كده كده السرعه في الديب ووتر اكبر منهم كلهم، لان ال نوت اكبر منهم كلهم. ال نوت اكبر من اي ال، اكبر من اي ال هنا. الفكره ان السرعه هنا مقارنه بالسرعه هنا، مقارنه بالسرعه هنا اكبر، يعني هنا السرعه اكبر من اكبر هنا، فهنا طول الموجه اكبر وهنا طول الموجه اكبر، عشان طول الموجه اصلا. وصلت ولا ما وصلتش؟ تمام يا باشمهندس. والله ده ربيع انت عيل مريح، هيبقى عليك اخوك كله تمام. وانت سلم مريح برضو، عشان بس اللاب بتاعك يبقى موجود يوم الثلاثة ان شاء الله. دي صورة برضو بتوضح لك نفس الكلام. يا محمد بص ركز معايا كده، ايه اللي بيحصل هنا في طول الموجي؟ ده كريستس، اهو ده كريستس اللي هو لازم، ده كريستس. طول الموج هنا عمال بيقل، وهنا طول الموج عمال بيزيد، وبالتالي هنا السرعه لازم تكون اكبر من هنا. كل الكلام بيوصل لنفس الحل، كل الكلام بيوصل لنفس الحل. انا بس حطيت لك الاثنين دول في بعض عشان اوضح لك الكلام اللي انا اتكلمت عنه بقى. طيب خلاص يا باشمهندس، انت عرفت ان احنا عندنا ريفليكشن، عرفت تعريف الريفليكشن، عرفت يعني ايه زاويه الانتشار الانكسار، اسف، عرفت يعني ايه كريست، يعني ايه سيجنال، يعني ايه خطوط كونتور. ازاي بقى هقدر احسب ارتفاع الموجة في الديب ووتر عند اي عمق؟ لك عشان تحسب ارتفاع الموجة عند اي عمق، ده الصورة اللي بتوضح نفس الكلام، اللي هي تركيز الطاقة في المناطق اللي هي فيها طلوع دول، وان الطاقة هنا مش مركزة خالص، بالعكس الطاقة فيها قليلة جدا. تمام، وادي الصورة اللي انا كنت شرحها لكم بالتفصيل برضو من شوية. بيقول لك ايه يا باشمهندسين بقى؟ لو افترضنا ان ده خط اورثوجونال وهنا خط اورثوجونال، بيقول لك ان المسافه بين خطي الاورثوجونال في الديب ووتر هنسميها المسافه العموديه على خطي الاورثوجونال في الديب ووتر هنسميها بي نود. تاني، المسافه العموديه على خطي الاورثوجونال في الديب ووتر هنسميها بي نود، وهنسمي المسافه العموديه على خطي الاورثوجونال في الترانزيشن والشالو ببي، بي او بي واحد مش هتفرق معايا. بقول لك لو افترضنا ان المسافه هنا بي نوت وهنا بي واحد، معامل الكيري فريكشن هيساوي ايه بقى؟ بيساوي جذر البي نوت على البي واحد، جذر البي نوت على البي واحد. الكلام ده ليه اثبات عندكم في المحاضره، لو حد مش فاهمه يبقى يقول لي وانا ايه وانا اشرحه له، لكن انا مش هشرح الاثبات. الاثبات ده الكلام ده ليه اثبات موجود في المحاضره. بيساوي جذر كوساين سيتا نوت على كوساين سيتا واحد. ايه ساين ايه سيتا نوت دي وايه سيتا واحد؟ السيتا نوت هي زاويه الانكسار في الديب ووتر، زاويه الانكسار في الديب ووتر. سيتا واحد هي زاويه الانكسار عند العمق اللي مطلوب احسب عنده ارتفاع الموجه، يبقى السيتا نوت زاويه الانكسار في الديب ووتر، سيتا واحد زاوية الانكسار عند العمق المطلوب احسب عنده في سيتا نوت. سواء كان القانون ده او عوضت بالقانون ده او عوضت بقانون الساين، كلهم بيدوا نفس الناتج اللي هو اسمه معامل الانكسار.
طيب الاتش بقى يا باشمهندس تبقى بتساوي ايه؟ بتساوي الكي ار في الكي اس في الاتش نوت. يا دي السؤال يا باشمهندس، مش احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على الشولينج؟ انت بتذكره دلوقتي ليه؟ الشولينج يا جماعه ده الاساس في الشغل بتاعنا. ليه؟ لان كل ما بنتقل من الديب ووتر للترانزيشن فانا اتاثرت بالقاع، التاثر بالقاع اسمه شولينج، يبقى لازم يكون موجود. طيب ايه اللي ممكن ما يكونش موجود؟ الريفراكشن. المساله اللي قدامك ده معامل الانكسار تفتكر هيساوي كام؟ اكيد واحد هنا اللي متعمدين، لان البي نود بتساوي البي واحد، يبقى واحد، يبقى هنا حصل انكسار اصلا. لا بس هو شانس فيه، بس سؤال صغير. الخطوط اللي هي الخطوط اللي بتمثل، مش دي الخطوط اللي بتمثل اتجاه سرعان الموجه صح؟ ده اه ده الارثوجن. تمام، بس دي خطوط ما يعني ممكن اخدها عند اي مكان في لا 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 لا، ما انا فاهم ان انت كنت هتقول كده والله. الخطوط دي يا محمد في خرائط اسمها خرائط الانكسار بتحسبها منها. مش تبعنا يعني، هم شكلهم مش عليك الكلام ده. انا عارف والله، فاهم سؤالك اللي هو ده. ما هو ممكن البي دي تزيد وتقل، ده بمزاجي، ده انا اللي بحتار. لا، في خرائط اسمها خرائط الانكسار، دي اللي بيعملها اصلا معاهد متخصصه، على اساسها بنحسب قيمه البي نوت والبي واحد. تمام جدا، وصلت. هيبقى دايما يا جماعه انا حاسس بالضحوره، لكن ممكن ما احسش بالانكسار زي المساله اللي قدامك دي. يعني ايه؟ يعني البي واحد والبي نوت الاثنين زي بعض، بمعنى ان الموجه جايه لك من الديب ووتر عموديه على الشاطئ. طيب بدل هي جايه من الديب ووتر عموديه على الشاطئ، هتغير من اتجاهها؟ لا، هتدخل عموديه على الشاطئ، فما يبقاش حصل انكسار. الانكسار بيحصل لما الموجه تكون جايه من اتجاه في الديب ووتر، وبالتالي بتغير اتجاهها في الترانزيشن والشالو لحد ما توصل تكون عموديه على الشاطئ. البي نوت البعد بين خطي التعامد، البعد العمودي بين خطي التعامد في منطقه المياه العميقه، البعد بين خطي التعامد عند العمق المراد حساب ارتفاع الموجه عند بي واحد، سيتا نوت زاويه الانكسار في منطقه المياه العميقه، سيتا واحد زاويه الانكسار في منطقه المياه عند العمق المراد حساب ارتفاع الموجه عنده. طيب يا باشمهندس، لو انا مديك البي نوت والبي الموضوع سهل، طيب السيتا نوت بقى ممكن في الامتحان يديك سيتا نوت وما يديكش سيتا واحد؟ بجد؟ اه والله. طيب هعمل ايه؟ بيقول لك ان لو هو ادالك سيتا نوت وما ادالكش سيتا واحد، وكانت خطوط القاع منتظمه زي ما انت شايف كده، بنلجا لقانون اسمه سنيل لو. بيقول لك ان في حاله انتظام القاع يمكن ايجاد زاويه الانكسار عند العمق المراد حساب ارتفاع الموجه عنده بدلاله زاويه الانكسار عند الموجه في المياه العميقه. طيب ازاي؟ بطبق حاجه اسمها سنيل لو. سنيل لو ده عباره عن علاقه بين زاويه الانكسار عند العمق العميق، عند زاويه الانكسار عند العمق المراد حساب الموجة عنده، ودلاله ال طول الموجي عند البعد العميق، وال الطول الموجي عند العمق اللي بحسب الموجة عنده، او السي على السي. طيب ما انت واخد بالك ان السي بتساوي ال على تي، والسي نوت ال نوت على التي، التي تطير مع التي، فالتي ثابت. فعشان كده بيقول لك ان سنيل لو ايجاد زاويه الانكسار بدلالة يا إما الطول الموجي يا إما السيلاريتي في البعد العميق والبعد اللي انت مفروض تحسب عنده. يبقى لو مديك السيتا نوت اقدر احسب السيتا، ولو حسبت السيتا يبقى الكيرف ريكشن جذر كوزاين سيتا نوت على كوزاين سيتا، يبقى حسبت الكيرف ريكشن. الكي شولينج بنجيبه من الجداول اللي هي التابلز، يبقى معايا الكي ار والكي اس. طيب لو معايا الاثنين دول ومعايا الاتش نوت هحسب الاتش اي، طيب لو معايا الاتش اي وعايز احسب الاتش نوت هقسم على الاثنين دول. حد عنده مشكله يا جماعه في الريفراكشن؟ عشان انا خلصت وهبدا المسائل بتاعه. حد عنده اي مشكله في الريفراكشن؟ مشكله ربيع؟ لا كله تمام يا ريس. عندك مشكله يا سلمي؟ لا كله زي الفل. لو عندك اسئله اسال يا حبيبي، انت عارف ان انا يعني ايه برخم عليك، بس لكن اسال عادي. لا لا، ما انا كده كده لو في اسئله اسالها، حتى لو يعني بترخم عليا عادي مش مشكله. بيجي حوي. عادي. لا لا، بس انا بحب سلمي عموما يا جماعه، يعني سلمي ده ليه حاجات خاصه جدا بينه وبينه، يعني انا بعزه جدا، ربنا يعلم معزته عندي. يعني حاجات خاصه زي ايه؟ استغفر الله العظيم. خاصه زي ايه؟ اللي هو استغفر الله العظيم ده
اعمل حسابك في ماينس 2 وسلمى ياخدهم منك. لا هو انا بره باشا ربنا يزيده. طب قول لي خدهم منه ليه انا؟ انا بره. بقول لك ويف ويز بيريود اوف 15 سكندز بيقول لك ان انا عندي موجه زمانها الدوري 15 ثانيه اند هايت اوف 1 متر بيقول لك وارتفاعها 1 متر في عمق 500 متر از بروبيجيتد فورورد بيقول لك ان هي بتتحرك للامام اوفر ابلان سلوبنج بيت. اوفر ابلان سلوبنج بيت معناه ان هي بتتحرك على عمق على اسمه ده عمق الشاطئ منتظم. اتس ريكوايرد تو كومبيوت المطلوب منك تحسب ذا ويف هايت ارتفاع الموجه اند ويف دايركشن واتجاه الموجه ات ووتر ديبس عند اعماق 10 وعند عمق 4 اف ذا ديب ووتر ويف دايركشن. بيقول لك لو كانت السيتا نود موجوده في الديب ووتر ب 45 درجه هتعمل ايه في المساله دي؟ اكتب خطوات حل مساله الريفراكشن. اكتب كده ما ورايا لان انا مش كاتبها في السلايدز. خطوات حل مساله الريفراكشن هي نفس خطوات حل مساله الشولينج، هي نفس خطوات حل مساله الكراستريستيك بتاع الموجه، ونضيف ليها الجزء بتاع الريفراكشن. ازاي؟ اول خطوه احسب الالي نود. انا عندي عمق 500، الاول انا عايز اعرف انا في الديب ووتر ولا مش في الديب ووتر، فاحسب الديب بتساوي 500، الالي نود بتساوي 156 تي تربيع، يطلع معايا الالي نود ب 351، قاسم الدي على الالي نود تطلع اكبر من نص يبقى انا ديب ووتر. فهتقول له ايه؟ يبقى خلاص يا باشمهندس الال هتساوي ال نوت بتساوي 351 متر، الاتل هتساوي اتل نوت هتساوي 1 متر، السي هتساوي سي نوت هتساوي ال نوت على التي هتساوي 23.4 متر على الثانيه. حد عنده مشكله في الجزء ده يا جماعه؟ ده جزء بتاع المره اللي فاتت ما فيهوش اي فرق. لو حد عنده مشكله برضه يقول لي وانا هعيد شرحه ما فيش مشكله. تمام. طيب بقى هات لي العمق الثاني بقى، العمق الرخم ده اللي هو 10 متر. ايه اللي هيحصل لما ادخل عند ال 10 متر؟ لو انا جيت احسب ال ال نوت هلاقي ان ال ال نوت برضه ب 351 متر، انا مش مضطر احسبه لان ال ال نوت ما بيتغيرش. عمق الموجه في المياه العميق دايما ثابت. طيب اجيب الدي على ال ال نوت يطلع معايا 2 من 100. هو انا كده في الشالو ووتر ولا مش في الشالو ووتر؟ شالو هم بص رزعك بكف ايدي على دماغك دي اعدلها لك. انا لما باجي ادخل للشالو ووتر بقارن بالدي على ال نوت ولا بالدي على ال؟ ما فرقتش يعني. لا فرقت. لو هنود ده عندك هتعرف دلوقتي يا عيل انها فرقت. بص لما ادخل اجيب الدي على ال طلعت بكام؟ طلعت بكام؟ 6 من 100. 6 من 100 يبقى انا في الترانزيشن. 7 من 100 مش 6. 7 من 100 يبقى انا في الشالو ولا في الترانزيشن؟ ترانزيشن. شفت انت بس عشان حكمت حكم اصل انت خد بالك انت ممكن تفتح الكتاب صفحه اللي هي صفحه 4 فتلاقي نفسك بتقول ايه؟ والله دي على ال نود ب 2 من 100 فنطبق في قوانين الشالو السي بتساوي الجذر الجي دي حسبتها اللي مش عارف ايه التي بتساوي ال على جذر الجي دي مش عارف ال بتساوي تي جذر الجي دي هتلاقي نفسك لخبطت نفسك ال بتساوي تي جذر الجي دي يبقى انت حسبت ال اصلا من غير ما تدخل الجداول. لا حبيبي يعني. انا لازم احسب يا ربيع دي على ال الدي على ال نوت بتفرق ما بين الديب ووتر والترانزيشن الدي على ال هي اللي بتفرق ما بين الترانزيشن والشلو. وصلت؟ وصلت. جبت الدي على ال ب 7 من 100 جبت من التيبلز الكي شولينج ب 1.14 من 100 اعمل ايه بعد كده؟ ابدا ابص المساله فيها اتجاه ولا ما فيهاش. لو المساله ما فيهاش ريفراكشن يبقى الاتش اي بتساوي الكي اس في الاتش نوت والمساله انتهت. بس هو كان قايل لي ان الموجه كانت جايه بسيتا نوت 45 درجه يبقى انا ظهر عندي ريفراكشن. بدل ظهر عندي ريفراكشن هعمل ايه؟ يبقى انا محتاج اجيب الكي ار. فلما اجي احسب الكي ار انا حسبت ال اللي طلع ب 144 متر والسي طلع ب 9.5 متر على الثانيه. لما جيت احسب الكي ار طلع ايه بقى؟ طلع عندي السيتا نوت معلومه
والثيتا مجهولة. خد بالك انت عشان تحسب الكي ار انت محتاج حاجتين، يا البي نوت والبي واحد، يا الثيتا نوت والثيتا واحد. لو هو اداك معلومة بدلالة البي نوت والبي واحد كان بها والحمد لله، لو اداك معلومة بدلالة الثيتا نوت والثيتا يبقى هي دي اللي تستخدمها، وده اللي عندنا حصل. فهم قايل له بسنين له يبقى السي على السي نوت بتساوي ساين ثيتا على ساين ثيتا نوت، ادخل اجيب ساين ثيتا طلعت معايا ب 16.86 من 100 درجه. يبقى الكي ار بتساوي كام؟ جذر كوزاين ثيتا نوت على كوزاين ثيتا، فيطلع معاك معامل الريفراكشن 86 من 100. اضرب 1.14 من 100 اللي هو الكي اس في 86 من 100 في الواحد، يطلع معاك ارتفاع الموجه عند عمق 10 متر كان 98 من 100 متر. طيب لو قال لك التلنج في الدايركشن كام؟ يعني الموجه اتغيرت بزاويه قد ايه؟ اطرح لي الزاويه في الديب ووتر من الزاويه اللي كانت عندها عند الديب بتساوي 10. على فكره انت ممكن ما تعملش دي، انا بس ضفتها لك عشان الدكتور ساعات بيطلب ايه؟ اند تشينج اوف ويف دايركشن بيطلبها. فالتلنج في الويف دايركشن اطرح ال 45 من الرقم اللي انت جبته 16.86، يطلع معاك تغير الاتجاه بمقدار 28.2 من 10 درجة. في مشكلة في الجزء ده من المسألة يا جماعة؟ حاجة صعبة؟ حاجة مش واضحة؟ تمام يا باشمهندس. ايه؟ تمام. اللي بعده عند الدي بتساوي 4 متر، نفس الخطوات بالظبط. ال نوت بتساوي 1.56 تي تربيع. 351 حسبت الدي على ال نوت طلعت بواحد من 100. نوت ديب ووتر حسبت دي على ال طلعت باربعة من مية. يبقى انا هنا ممكن اقول ان انا في الشال ووتر على فكرة. يبقى انا هنا اقدر اقول ان انا في الشال ووتر فعلا، لان طلعت اقل من 1/20، فاقدر اطبق قوانين الشال ووتر. بس ما تعبت نفسك، ادخل هات الدي على ال، وبعد كده جيب ال ال وجيب السي اللي هي بتساوي ال على تي، هتطلع معاك بستة 26. خد بالك في الجدول انت هتدخل رقمين، الدي على ال نوت مش موجوده ب 11 من 100 في الجدول. لو فتحت صفحه 6 هتلاقي عندك 0، هتلاقي عندك 1 من 100، وبعد كده 15 من 100. المفروض ان الرقم ده بينهم يا اما تحسب بالتشابه يا اما ايه بالحب كده، بس لازم تكون اكبر من 1 من 100 بحاجات بسيطه. على فكره قلت لك بيبقى رينج معين انا شغال فيه، انا بقولك ان انت صح وانا صح وده صح، اكزاكت ان اجيبها بالتشابه. لكن لو انا قلت رينج معين فهتطلع معاك اكزاكت 0.0624. لو انت عايز تخليها 0.04 ماشي، عايز مثلا تخليها هي عندك ايه، احنا شغالين 11 انا حاسس ان الرقم ده اصلا في حاجه غلط، هبقى راجع الرقم ده بس انا حاسس ان هو في حاجه غلط. بس ماشي، المهم يعني زي ما قلت لك لو لقيت الرقم في الجدول يبقى بالتشابه وتجيبه، لكن انا هراجع الرقم ده لان حاسس ان الرقم ده فيه مشكله، مش عارف ليه حاسس ان الرقم ده في الجداول مش هيبقى بالرقم ده. هو المفروض انا مش فادع الجداول واحد، بس استحالت ايه؟ يبقى 1.15% تقريبا. ال كي اس صح تبقى 1.15% اعتقد. لا انا حسبت الكيس ليه، لا انا ما انا بقول لك انا حاسس ان الرقم ده في حاجه غلط، ده هشيك عليه قبل ما ابعت لكم الملف، لان ده احساسي بيقول ان هو هيتغير، لان انا المفروض ما ادخلش على الرقم ده، ده الكيس كبير شويه، فهشيك عليه وابعته لكم. المهم انا هكمل دلوقتي على انا حله. طب يا باشمهندس مش هو 4 على 351 بالظبط؟ مظبوط. هو الكي اس يا جماعه انا هنا حسبتها اصلا بدلاله ايه؟ القانون، مش من التيبلز. يعني الكي اس قلت اللي هي بتساوي نص في السي نوت على الان في السي، الان في الشال ووتر بواحد، والكي اس الان في الديب ووتر بنص، وقمت عند السي نوت وعند السي اللي هي دلاله ال نوت والال تي، فحسبتها كي اس على طول من القانون. انا بس عرفتك ان انا ممكن اجيبها من القانون، ممكن اجيبها من التيبل، الاثنين بالنسبه لي سيان والاثنين هيتعامل معاهم صح. جبت الكيس، ادخل بقى اجيب الكي ار بنفس الطريقه، تطلع معاك السي تبع 10.9 درجه. ولازم تاخد بالك من اعتبار واكتبها ملحوظه مهمه جدا، قيمه السيتا، قيمه السيتا بتقل عند الانتقال من الديب ووتر لحد ما توصل للبيك
توصل لصفر لانها بتدخل عمودية على خط الشاطئ. فلو انا قلت الزاوية المحصورة بين الأورثوجونال والعمود على الكونتور فهتساوي صفر. فانت عشان تشيك على حلك مفروض ان الكي ار ان السيتا اسف سيتا نوت تكون اكبر قيمة. وكل لما انا داخل بالعمق السيتا عمالة بتقل لحد ما اوصل للدي بتساوي واحد هتلاقي تقريبا الزاوية قربت من الصفر. لان مفروض الزاوية بتوصل لاخر عمق عمودية على الشاطئ. جبت الكي ار ادخل اجيب الاتش طلعت معاك 1.16% والتينج اوف ويف دايركشن 34.1 درجة. حد عنده مشكلة يا جماعة في اول مسألة؟ حد عنده مشكلة في اول مسألة؟ ندخل على اللي بعدها. يقول لك اويف وذ بيريود اوف 8 سكند. بيقول لك ان انا عندي موجة زمانها الدوري 8 سكند اند هايت ارتفاعها 2.5 متر ادي بوتر في منطقة المياه العميقة is propagated shoreward بتتحرك لقدام over a plan sloping beach. نفس الكلام بقول لك based on a refraction map. بص يا سلمي قال لك ايه؟ اعتمادا على خريطة الانكسار للمنطقة. ده طبعا بيبقى معمول مش انا اللي بعمله، ده بيجي لك جاهز اصلا. it was deducted that the distance between the wave orthogonal. بقول لك ان ركز بقى، بقول لك the distance between the wave orthogonal يقول لك ان المسافة بين خطي الأورثوجونال عند عمق 25 بيساوي 2 دبلد ضعف زائد ديستانس ان دي بوتر. يعني البي بتساوي 2 بي نوت. يعني البي بتساوي 2 بي نوت. It's required to compute the wave characteristics at the mainland depths. المطلوب منك انك تحسب خصائص الموجة عند العمق المذكور اللي هو 25 متر. هتعمل ايه؟ هتقول له في الديب ووتر ال نوت بتساوي 1.56 تيتا ربيع، ال نوت ب 100، اجيب السي بدلاله ال نوت على التي واقول له عند عمق 25 لان ده اللي انا عايزه. الدي على ال نوت هتطلع معاك ب 25%. ادخل الجداول اجيب الدي على ال ب 26% او 27% واجيب قيمه الان. خد بالك زي ما قلت لك انت ممكن من هنا تجيب الكيس على طول. يعني ممكن في المسائل دي تجيب الكي اس على طول من التيبلز، بس انا بتعمد اعمل زي ما الدكتور عمل عشان يبقى انا حليت زي الدكتور. جبت الان جبت ال رحت جبت السي بقى معايا السي نوت، معايا الان في السي نوت، معايا السي ومعايا الان عند العمق اللي هو 25. اقدر احسب الكي اس اللي هو بيساوي جذر نص في السي نوت على ان في سي يطلع معايا 1.367. لا الرقم ده غلط طبعا، نص ب 12.5. ثانية واحدة، نص ب 12.5 جذر نص ب 12.5 على بوينت 0.6. فهمت انا عندي الغلطة فين، في 11.66 بوينت 9.32 يا جماعة. هي كان مفروض في هنا علامة اصلا وانا نسيتها فعملتها من 1000. الرقم ده كام؟ بوينت 9.32. فيبقى الـ HS هنا اهو بوينت 9.32 يطلع بوينت 9.32 مضروب في بوينت 7.07 مضروب في 2.5 يطلع معاك 1.648. مظبوط. هفتح بس الشير تاني. يبقى الكي اس زي ما جبتها بوينت 9.32. اروح احسب الكي ار. الكي ار هتساوي ايه يا باشمهندسين؟ الكي ار بتساوي جذر البي نوت على البي. طيب ما انت قايل لي ان البي بتساوي 2 بي نوت، يبقى هتشيل البي تحت وتحط 2 بي نوت فيطلع لك كي ار بتساوي جذر نص فيطلع بوينت 7.07. نروح نعوض في القانون اللي هو الاتش اي بتساوي كي اس كي ار اتش نوت يطلع معايا العمق ب 1.648. اقدر احسب الاي تمن روج اتش تربيع، اقدر احسب البي بتساوي الاي في السي جي زي ما اتكلمت عنه المره اللي فاتت. اخر مساله في الريفراكشن، مساله مهمه بطريقه مستفزه.
يعني باشمهندس احنا اختصارا دلوقتي المسائل هي نفس المسائل اللي خدناها في الداتس الترم خالص، بس الزياده عليها احنا بقينا بنحسب الاتش. الله ينور عليك يا محمد، انا الزياده عليها اللي انا بقيت بحسب الاتش بس. تمام جدا مهندس، الثيتا هنا مش هنحسبها في المثال اللي احنا لسه خلصناه ده. لا لا يا محمد مش هحسبه، لان انا ما عنديش اصلا ثيتا نوت. هو قال لي ان البي نوت بتساوي البي نوت نص البي، بدل اداني علاقه ما بين البي نوت والبي، مش هيديك حاجه عن الثيتا نوت يا محمد. تمام. اخر حاجه بالنسبه لنا المساله اللي قدامك دي، المساله دي مهمه قوي 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 قوي. دي جت في ثلاث، دكتور احمد الشناوي حط ثلاث امتحانات، اثنين ماجستير، اثنين دراسات، اثنين بكالوريوس، واحد ماجستير، جت في الثلاث امتحانات. بيقول لك اف ذا ويف بروبيرتيز ات ماركت بوينت، بيقول لك النقطه اللي انا بدرس عندها دي، بيقول لك ان الويف بروبيرتيز مديك الايت اللي بتساوي 2 متر، التي بتساوي 12 سكند، مديك الاورثوجونال ذا ويف دايركشنز اورثوجونالز كرييت ان انجل اوف 75 درجه وذا باسيمتري كونتور. يبقى الثيتا نوت بكام؟ الثيتا بكام؟ عايز حد يفكر يقول لي الثيتا بكام؟ خمسة وعشرين تقريبا 15. 15 ركز بقى معايا لان ده مهم. الثيتا هي الزاويه المحصوره بين العمود على الكونتور والاورثوجونال، او الزاويه المحصوره بين الكريست والكونتور. هو مديك الزاويه بين الاورثوجونال والكونتور 75، يبقى مش دي زاويه الانكسار. هقوم راسم عمودي على الكونتور، عمودي على الكونتور يبقى دي كلها 90 درجه، يبقى الثيتا هنا بتساوي كام؟ 90 ناقص 75 ب 15 درجه. وصلت ولا فيها مشكله؟ تمام. بيقول لك المطلوب منك ايه بقى؟ ذا ووتر ديبس از بيقول لك ذا ووتر ديبس، بيقول لك ان الدي بتساوي 15 متر عند الماركت بوينت دي اللي هي الشون بوينت دي. المطلوب منك احسب لي خصائص الموجه بس في الديب ووتر. هو هنا عكس المساله كليا. انا كل مره بديك في الديب ووتر واقول لك يا حبيبي هاتها لي عند دي بتساوي كذا، انما هنا هو اداك عند عمق معين وقال لك احسبها لي في الديب ووتر. طيب خطوات الحل هتفرق ولا اي حاجه؟ ازاي يا باشمهندس؟ ما انت قلت لي لما يبقى الدين بوتر وانا عايز احسب عند اي دي امشي خطوات معينه، امشي نفس الخطوات. يا باشمهندس يا عم اسمع الكلام والنبي ما تتعبنيش معاك. هيبقى ال ال نوت 156 تي تربيع تطلع معاك ب 224.64. ادي على ال نوت السي، اهو جبنا السي نوت كمان اللي هي هتبقى ال نوت على تي. طيب ادي على ال نوت، فكك من الكلام ده دلوقتي، الدي بكام؟ ب 15 والال نوت ب 224، يبقى الدي على ال نوت ب 7 من 100. انا نوت ان دي بوتر. طيب يا باشمهندس هعمل ايه؟ ادخل اجيب الدي على ال ال برضه؟ اه برضه، هات الدي على ال. جبت الدي على ال ب 11 من 100 وجبت ال ان ب 87 من 100، هجيب من هنا ال ال، تطلع معاك ال ال ب 136. طيب ايه اللي اتغير؟ ما انا ماشي نفس الخطوات يا باشمهندس. ما انت تسال نفسك، هو انا عايز ايه خصائص الموجه اللي انا عايزها في الديب ووتر؟ ال نوت حسبتها، السي مرتبطه بالال نوت حسبتها. لو عايز احسب كمان الاي سهله لان معايا السي، بس انا محتاج الاتش. يبقى فكره المساله كلها ازاي اقدر احسب قيمه الاتش فقط. طيب ال H نوت بتساوي ال H I بتساوي K S K R H نوت. طيب ما انا مديك K S بدلالة الدي على ال L، ومديك السيتا، السيتا ب 15 درجة، يبقى السيتا نوت بتساوي كام؟ لقيت عندك سيتا من السيتين، ادخل اثنين له على طول. ادخل اثنين له، ادي ال K S، لا انا ما يهمنيش ده كله خلاص ده بعرفناه. ادخل اثنين له اقول له السي على السي نوت بتساوي ساين سيتا على ساين سيتا نوت، واجيب السيتا نوت. ودايما السيتا نوت اكبر من السيتا، دايما السيتا نوت اكبر من السيتا. حسبت السيتا نوت، رحت حسبت بعد كده الكي ار، جذر كوساين سيتا نوت على كوساين سيتا، معايا الكي ار. الكي اس قدرت احسبه يا اما من التيبلز يا اما بدلاله الجدول، يا اما بدلاله القانون، جذر نص في السي نوت على ال في السي.
بقى معايا كيس، معايا كي ار، معايا اتش عند العمق اللي هو ب 15 متر اللي هو كان بكام؟ ب 2. يبقى ايه المجهول الوحيد؟ اتش نوت. ادخل عوض واقسم على 9.73 واقسم على 9.76 يطلع لي الاتش نوت بتساوي 2.124 متر. ادخل بعد كده لو انا عايز اجيب الاي بتساوي توم نروجي اتش تربيع، معايا الاتش اقدر اجيب الاي، وادخل البي في الاي سي جي معايا السي جي معايا الاي اقدر اجيب القدره. ويبقى كده خلصت كل مسائل الانكسار. حد عنده مشكله في مسائل الانكسار؟ بعد اذنك يا باشمهندس. قول يا محمد. نقطه بس للتوضيح، يعني الكي اس والكي ار اجيبهم ازاي في المساله واتعامل مع معطياتهم ازاي؟ الكي اس يا محمد هي حاجه من اتنين، يا اما تدخل تجيبها من التيبلز فانت مش محتاج غير انك تعرف عمق الموجه، عمق المكان اللي بتحسب عنده وانت جيب الطول الموجي وهم قايل دي على ال نوت واجيب الدي على ال واجيب الكيس، او ان انا اقول لا انا هحسبها بدلاله القانون، فعشان احسبها بدلاله القانون انا محتاج السي نوت ومحتاج السي. طيب السي نوت احسبها ازاي؟ بدلاله ال نوت والتي. طيب السي بحسبها ازاي؟ بدلاله ال والتي. يبقى انت في الاولاني هتروح تجيب ال نوت وتقوم قايل انا هسي نوت بكذا، والتاني تجيب الدي على ال وتجيب ال ان من الجدول زي ما انا عرفتك اللي انت بتزود على اللي اسمه ده واحد، تزود على اللي في الجدول واحد وتضرب في نص، يبقى انا كده جبت ال ان، يبقى انا محتاج السي. الدي على ال نوت جبت الدي على ال ال بدلاله الدي حسبت ال ال، السي بتساوي ال على تي، بقى معايا ال ان ومعايا السي ومعايا السي نوت اقدر احسب الكيس. هي الجروب فيلوستي دي هندسه بنبقى نجيبها ضمن الخصائص؟ الجروب فيلوستي يا محمد بنجيبها لان انا هضطر احسب بيها الباور، فانا عشان كده بحسبها. تمام خلاص كده يا طارق. تمام هندسه. الكي ار بقى، الكي ار حاجه من اتنين، يا هو مديني علاقه زي المساله اللي فاتت بي نوت وبي، يا اما مديني سيتا واحده من السيتين وهضطر اجيب السيتا الثانيه واقوم قايل له جذر كوزاين سيتا نوت على جذر كوزاين السيتا، فالكيرف ريتلان اسهل من الكي اس كمان. تمام نبدا في اللي بعده، ديفراكشن بقى. اديكم راحه دقيقتين، معاكم راحه 4 دقايق كده قبل ما نبدا في الديفراكشن. اللي عايز يقوم يشرب يعمل لنا كوبايتين شاي كده يعني. قال لك نشرب العصير بقى يوم الثلاث شيء اللي حكينا. هتيجي ولا يا عدل؟ امال يا عم نجيلك نجيلكش ليه؟ استناك ان شاء الله، مش عايزين تحفيل بس يا جماعه. بس خلي بالك عشان العدلي ما بيغشيم ما بيتفهمش، ممكن لو دكتور زنقك في سؤال يقوم شتمه. مش مشكله مش مشكله. اما حاجه تجيب لنا غدا. هات لنا غدا عشان لما بجوع ببقى وحش. انتوا جايين بخساره يا حبيبي ما تجيش. ايه الناس غير غدا يعني جايين ندعمك عشان ما تتوترش. انتوا كده جايين تدعموا نفسكم ما تدعمونيش انا. لا والله جايين عشان ندعمك، انا هطخ لك مشوار في الشمس والله ما بعملها للكليه. يا محمد بلاش احراج، اديك ده 2 بونص في عمل السنه على الكلمتين. اخويا اخويا الاثنين بتوع سلمي رجعوا تاني اهو. لا لا خدهم منك يا مايكل. مايكل ايه؟ مايكل ايه؟ تدخلت مايكل ايه؟ مين اللي بيتكلم ده؟ المسدي ده؟ انا مش فاتح البتاع يا جماعة، يعني مش فاتح ده، بيقفلوا الريكورد كده. لا ولا اقول لك سيب الريكورد عشان الناس بيسمعوه حتة واحدة. مين اللي بيتكلم بقى؟ انا هندسة المسدي. ازيك يا محمد اخبارك ايه؟ الحمد لله. استاذ يا جماعه يعني تقريبا جايب لي كتاب، فانا لازم اشكره على الكتاب اللي هو اشتراه لي. هو مش شاريه بس انا اعتبره انه اشتراه. اي خدمه. الواد حجازي غريبه يعني، قاعد بيبقى قاعد ساكت ما بيسالش. في يا حجازي انا مالك الترم ده؟ مالك في ايه؟ حجازي انا ما شفتش الترم ده اصلا يا باشمهندس اساسا. لا لا ما غريبه، ما عادش بيسال كده. العيال شتموك ولا قالوا لك ايه عشان يخلوك تكبت نفسك كده؟ لا والله ما في حاجه، بس كنت تعبان شويه اول الترم ما كنتش متابع. بس الف سلام عليك يا حجازي. لا لا انا عايزك تفوق كده ودلوقتي تتفوق. عندنا يعني
امتحاناتكم كمان 10 ايام تقريبا. ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله ما تلاقوش. نبدا في الدفراكشن يا جماعه بقى. الدفراكشن بقى يعني حوار وحوار، بس الدكتور ابراهيم عمل معاكم واجب فوق الواجبين بثلاث واجبات تقريبا. انا عايز اقول لكم ان الدفراكشن كان بيتقسم عندنا لحجز امواج فردي وزوجي، وبيتقسم عندنا لامواج منتظمه وغير منتظمه، وبيتقسم عندنا لتيبلز وكيرفات. دكتور ابراهيم لغى كل ده وادالكم حاجز امواج فردي لموجه ريجولر بدلاله التيبلز بس. رجوله والله. معاك حق يا محمد، هو دكتور ابراهيم اصلا انا بحبه بصراحه يعني ايه، بيحاول يبصر الدنيا عليكم جدا. انا سمعت المحاضره بتاعه والله العظيم محاضره حلوه جدا. هينزل الامتحان زي كل سنه ولا ايه الدنيا؟ هو اول مره دكتور ابراهيم يدي الماده، ويعني فهو هتلاقي الامتحان من الامثله اللي انا شرحها ان شاء الله. بس انت ذاكر ذاكر اللي انا بشرحه وما تقللش بالك، هتنجح والله هتنجح وهتجيب تقدير، بس ذاكر اللي انا بشرحه. ايه بقى الديفراكشن ده يا جماعه؟ الديفراكشن ده يعني انتشار الموجه. ايه تعريف الديفراكشن؟ بيقول لك تعريف الديفراكشن هو تعريف مهم جدا وحاجه خاصه جدا بالمواني عموما. بيقول لك هي ظاهره انتشار طاقه الموجه عرضيه على امتداد قممها، وذلك لتعرضها اثناء تقدمها لحاجز سواء كان طبيعي او صناعي. يا باشمهندس الكلام ده كده كبير قوي. بص يا سيدي، بيقول لك ان انا عندي موجه، ده كده اللي هو الكريست، الموجه جايه، وده كده الاورثوجونال، الموجه جايه ايه، فالموجه لقت حاجز، الحاجز ده سواء بقى طبيعي او صناعي ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك الموجه بعدها بتبدا تنتقل عرضيا زي ما انت شايف كده. بيقول لك هي ظاهره انتشار طاقه الموجه عرضيا على امتداد قممها، وذلك لتعرضها اثناء تقدمها لحاجز سواء كان الحاجز ده طبيعي او صناعي. اللي قدامك ده كان حاجز صناعي. يعني ايه حاجز صناعي؟ يعني انت حطيت حاجز امواج عشان يقلل لك ارتفاع الموجه داخل المينا. طيب تمام. بقول لك ايه اللي بيحصل؟ بقول لك ان ببساطه جدا المنطقه بتاع ظل الحاجز، وهنعرفها مع بعض كمان خمس دقائق، بيبقى ارتفاع الموجه فيها يكاد يكون بيساوي صفر. اللي انت كنت بتقول عليها محمد، مش انت بتقول لي ان الموجه جوه المينا ساكنه؟ المفروض الموجه جوه المينا هتشوفوا احنا بنحسب الارتفاعات ممكن يوصل لعمقها ل 2 من 10 متر، يعني 10 سم. هو 10 سم ده ارتفاع موجه؟ لا طبعا. تمام. فدي الرسمه اهي، دي الرسمه دي باينه جدا، يعني مش محتاجه اصلا اي حاجه. بص الموجه ايه اللي حصل لها، موجه جايه لك عاديه خالص. بص الموجه بتحصل لها ايه، انتشار طاقه الموجه عرضيا. لو انا قلت لك يا محمد احسب لي ارتفاع الموجه هنا، تفتكر هيساوي كام؟ تقريبا صفر. صفر. هو اصلا هنا كل ما ببعد عن الحاجز يا محمد بيبقى تقريبا ارتفاع الموجه بيساوي صفر. هي المنطقه اللي هتلاقي فيها بس ارتفاع الموجه هي المنطقه دي، اللي هي المنطقه اللي بيحصل لها انتقال لطاقه الموجه عرضيا، لان الموجه لسه بتتحرك بس بيبقى ارتفاعها اقل طبعا. فبيقول لك اهي ده التعريف بتاع ان ظاهره انتشار طاقه الموجه عرضيا على امتداد قممها، وذلك لتعرضها اثناء تقدمها لحاجز سواء كان حاجز امواج او جزيره، وبينتج عن ذلك ارتفاع، ينتج عن ذلك تغير في ارتفاع الموجه. التغير ده يعني بتقل، انا واثق مليون في المية انها تقل في منطقة ظل الحاجز. ايه منطقة ظل الحاجز بقى محمد؟ بقول لك لو انا افترضت ان ده كده الارثوجونال، ماشي، بقول لك ان الارثوجونال ده لو انا مديت ده على استقامته بيبقى الخط اللي انا عامله منقط ده اسمه خط ظل الحاجز. يعني ايه خط ظل الحاجز؟ امتداد الارثوجونال على استقامته من منطقه راس الحاجز. راس الحاجز ده يا جماعه بنسميها التب. راس الحاجز دي بنسميها التب. يبقى الارثوجونال جاي اهو، لو مديت الارثوجونال ده على استقامته بيبقى ده اسمه خط ظل الحاجز. طيب فين منطقه ظل الحاجز بقى؟ منطقه ظل الحاجز او مساحه ظل الحاجز هي المساحه المحصوره بين خط ظل الحاجز والحاجز نفسه. بص يعني دي كده دي اسمها مساحه ظل الحاجز الهندسي.
المساحة المحصورة بين خط ظل الحاجز وبين الحاجز نفسه. يعني لو جيت هنا في الرسمة دي ومديت ده على استقامته وده على استقامته، فدي اسمها مساحة ظل الحاجز ودي اسمها مساحة ظل الحاجز، تمام؟ بيقول لك الأمواج اللي بتصل إلى منطقة الواقعة في ظل الحاجز دي، هي دي بقى اللي بنسميها أمواج منتشرة. هي المنطقة اللي هنا واللي هنا دي بنسميها أمواج منتشرة. طيب إيه أهمية أصلاً الديفراكشن؟ بيقول لك الديفراكشن مهم جداً عشان أقدر أحسب ارتفاعات الموجة داخل المواني. ما أنت بص خد بالك، أنا لو عملت هنا ممر ملاحي بقى ده المينا بتاعي، أنا عايز أعرف ارتفاع الموجة جوه المينا ده هيساوي كام؟ عشان أقول لك في رسو للسفن ولا مفيش. الرسمة دي بقى بتوضح لك الشكل اللي أنا كنت بتكلم عليه. إيه اللي بيحصل؟ شايف؟ دي كده الكريست، ده الخط بتاع الأرثوجونال. بص الموجة إيه اللي بيحصل لها؟ بص يا محمد، ارتفاع الموجة في النقطة دي بكام؟ معلش شاور كده يا باشمهندس. هي اللي هي النقطة الحمراء دي. ده المياه تقريبا ساكنة خالص. ساكنة خالص. هتلاقي بص المنطقة الوحيدة اللي فيها حركة للموجة بارتفاعات كبيرة هي المنطقة اللي ما بين الخطين الحمر دول دي. إنما طول ما أنت عمال تبعد هنا وعمال تبعد كده وتقرب من الحاجز، كل ما هتلاقي تقريبا ارتفاعات الموجة بتساوي تكاد تكون بتساوي صفر. الانتشار تعريفه فيه مشكلة؟ تمام. نكمل؟ هو احنا ممكن يا باشمهندس يعني نقول الانتشار بفهمنا مش شرط البتاع الطويل العريض. ايوه حبيبي قوله بفهمك، قوله بفهمك، مش لازم الكلام اللي انا بقوله، انا بس بعرفك التعريف النظري اللي هو العلمي، انت قول اللي انت فاهمه، وحتى ممكن ترسم، يعني لو انت مش عارف تعبر بالكلام ارسم، اعرف الدكتور انك فاهم يعني ايه يعني ايه الانتشار. تمام. الاشكال اللي بقول لك عليها، بص شايف الشكل ده باين جدا، يعني الشكل ده تحس الانتشار باين فيه جدا، بص الموجه عامله ازاي؟ اهي. هنا جدا يعني هنا نفس الكلام اهي. طبعا لو انا جيت اكلمك هنا ارتفاع الموجه تقريبا هتلاقيها بتساوي صفر، كل ما ببعد عن كل ما بدخل جوه ظل الحاجز فهتلاقي دايما ارتفاعات الموجه تقريبا بتساوي صفر. بص هنا شايف الموجه جايه لك ازاي؟ ادي موجه اهي. بص بص يا محمد فرق اللون اصلا، شايف هنا اللون عامل ازاي وهنا اللون عامل ازاي؟ ده بيثبت لك ان فعلا ان الحواجز الامواج الانتشار جواه الموجه المنتشره جواه ارتفاعها بيقل جدا، تقريبا بتساوي تكاد تكون بتساوي صفر، انا ما قلتش بتساوي صفر بس تكاد تكون بتساوي صفر. معامل الانتشار يا جماعه اسمه الكي ديفراكشن. معامل الانتشار اسمه الكي دي او الديفراكشن كوفيشن. تعال اما نشوف ازاي او ايه الافكار اللي مفروض انت تكون عارفها وايه المعلومات اللي مفروض حضرتك تكون عارفها بالنسبه للديفراكشن. بقول لك بس الكلام ده الحمد لله ملغي من عليك، المفروض ان انا عشان احل مساله الانتشار انا مفروض ابقى عارف هو نوع الحاجز اللي عندي سنجل بريك ووتر ولا دبل بريك ووتر. سنجل بريك ووتر زي اللي قدامك ده، ايه اللي هيحصل لو عندي سنجل بريك ووتر بالنسبه للموجه؟ بص الموجه اللي جايه دي كده كريستلاينز، تمام؟ بص الموجة أول ما تدخل جوه الحاجز اللي يحصل لها انتشار لطاقة الموجة عرضيا لحد ما تلاقي نفسك كل ما تبعد عن الحاجز كل ما الموجة تقريبا ارتفاعها بيكون بيساوي صفر. ده كده بنسميه سنجل بريك ووتر. طيب الدبل بريك ووتر بص نفس الكلام، الموجة عمالة تنتشر عرضيا، طبعا زي ما قلت لك المسافة دي المساحة دي لو انت جيت تبص اصلا هتحس ان الموجه مكمله معاك، حتى لو انت جيت تحسب هنا هتلاقي نفسك بتطبق الشولينج ما بتطبقش قوانين الديفراكشن النهائي، انما الديفراكشن قوانينها تتطبق فين؟ تتطبق هنا او تتطبق هنا، انما بره الحواجز ما بطبقش قوانين الديفراكشن. يعني طبعا انت ما عندكش الحاجز الامواج الزوجي اصلا. ايه هو في المساله بيحدد لي منطقه الدراسه ولا بمجرد أيوة محمد واحد انا بشتغل ديفراكشن على طول؟ لك النقطه كمان هتدرس فين زي الفكره دي بالظبط. ده كده حاجز امواج يا محمد، وده الكوست لاين اللي هو خط الشط. ايه المعلومات او الحاجات اللي مفروض حضرتك تكون عارفها عشان
اقدر احسب الكي ديفراكشن او معامل الانتشار؟ بيقول لك عشان تبقى عارف الكي ديفراكشن اللي هو الاتل ديفراكشن، يعني الاتل اللي حصل لها انتشار بتساوي الكي ديفراكشن في الاتل عند التب. تاني، الاتل ديفراكشن بتساوي الكي ديفراكشن في الاتل عند التب، او الدكتور احيانا بيسميها الانسيدنت ويف هايت. الانسيدنت ويف هايت، يبقى انا محتاج احسب الاتل عند التب ومحتاج احسب الكي ديفراكشن. الاتل عند التب يا جماعه تحسب بدلاله الدحوله والانكسار كما ذكر من قبل بالظبط. يعني هو هنا هتلاقيه مديك دبس وبيقول لك احسب لي قيمه الاتل هنا، كانك شغال انكسار ودحوله بالظبط. ال نوت دي على ال نوت، جبت الكي اس جبت الكي ار، الاتل تب بتساوي الكي اس في الكي ار في الاتل نوت. يبقى انا حسبت الاتل تب بدلاله الشغل اللي فات. طيب الكي ديفراكشن بقى، بيقول لك عشان تحسب الديفراكشن فانت محتاج تعرف لي شويه حاجات مهمه جدا. اول حاجه ده كده الكريست لاين، ده اسمه الاورثوجونال لاين. لو مديت الاورثوجونال ده على استقامته يا محمد يا عدلي، ده اللي انت كنت بتسال عليه المره اللي فاتت، ايه ظل الحاجز ده؟ بيسمي الخط ده خط ظل الحاجز. خط ظل الحاجز، يبقى خط ظل الحاجز تعريفه امتداد خط الأرسو وصولا للشاطئ. وصلت ولا فيها مشكله يا محمد؟ تمام يا هندسه. طيب بعد كده لازم تعرف لي حاجه اسمها مساحه الظل الهندسي الهندسي للحاجز. ايه مساحه الظل الهندسي؟ بيقول لك الظل الهندسي مساحته هي المساحه المحصوره بين الظل الهندسي للخط بتاع الظل الهندسي والحاجز، او المنطقه المحميه. يعني ايه منطقه محميه؟ دي المنطقه يا جماعه اللي ارتفاع الموجه جواها بيبقى صغير جدا، فعشان كده بيسميها منطقه محميه. يبقى هي المنطقه المحميه بين خط الظل الهندسي وبين الحاجز. لحد ما انا واقف هنا في مشكله؟ الكلام ده مهم. طيب تعال نشوف، لو انا جيت قلت لك هات لي اتل ديفراكشن عند اي نقطه جوه هعمل ايه؟ بقول لك عشان تقدر تحسب لي الارتفاع الموجه عند اي نقطه جوه، انت اول حاجه محتاج تعرف فين خطوط الكريست. ليه؟ عشان احدد منها خط الاورسولاين. طيب ركز معايا بقى، انا كان عندي في الانكسار حاجه اسمها زاويه الانكسار. طيب بالنسبه للانتشار عندي حاجه اسمها زاويه الانتشار. ايه زاويه الانتشار دي؟ بيقول لك زاويه الانتشار هي الزاويه المحصوره بين امتداد راس الحاجز. خد بالك راس الحاجز عندي هنا افقي، فيبقى امتداده افقي. سلمي كان بيقول للدكتور يا دكتور احنا عايزين نجيب مساله انتشار، انت عارف يا سلمي الحاجز ده لو مال بزاويه 5 درجه بس اقسم بالله ما هتعرف تحل المساله. بس انا برضو ايه خدتك على قد هواك، اقسم بالله والله ما هتعرف تحل المساله. لا دكتور ازاي مش هيميل؟ انا بعرفك والله يا ابني. اسوأ درس كافكار، هو درس سهل بس اسوأ درس كافكار كان الديفراكشن. انا اديت فيه السنه اللي قبل اللي فاتت سكشنين في افكاره، بس انتوا حظكم ان الدكتور ما ادالكوش غير الشكل ده بس. يبقى زاويه الانتشار هي الزاويه المحصوره بين خط الأرسو وبين امتداد البريك ووتر، اللي هي امتداد راس البريك ووتر، او الزاويه المحصوره بين خط الظل الهندسي. ما هو الظل الهندسي ده بيمثل لي ايه؟ امتداد خط الأرسو، وبين اللي هو البريك ووتر للداخل اللي هو الجزء ده. يعني دي سيتا ودي سيتا، الاثنين دول بالنسبه لي السيتا. وصلت؟ حد عنده مشكله في دي؟ حد عنده مشكله في تعريف زاويه الانتشار؟ بعد اذنك يا هندسه انا هستاذن. ماشي يا محمد اتفضل. تمام، يبقى انا خلاص عرفت زاويه الانتشار اللي هي السيتا. تمام، محتاج اعرف ايه كمان عشان اقدر احسب الكي ديفراكشن؟ محتاج اعرف حاجه اسمها الار وحاجه اسمها البيتا. البيتا زاويه ميل الخط الواصل بين التب
ومنطقة الدراسة على الحاجز بيتا زاوية ميل الخط الواصل بين التب لنقطة الدراسة عن الحاجز هي دي البيتا. طيب الار ده الخط الواصل بين التب والنقطة محل الدراسة، يبقى انا محتاج اعرف اتجاه الارسو ليه؟ عشان احدد السيتا اللي هي زاوية الانتشار، ومحتاج اعرف قيمة الار ليه؟ عشان ادخل التابلز مع البيتا. يبقى ثلاث حاجات مهمين جدا حضرتك في كل مسألة انتشار لازم تحسبهم، سيتا ار بيتا، سيتا ار بيتا، سيتا زاوية الانتشار، بيتا دي زاوية ميل الخط الواصل بين التب نقطة الدراسة عن الحاجز، ار اللي هو الخط الواصل مسافة الخط الواصل بين التب ونقطة الدراسة. طيب نفترض ان هو كان مديك حاجة اسمها y و x. ايه ال y و ايه ال x؟ بيقول لك ان ال x وال y دي ساعات بيقول لك ان هو النقطة محل الدراسة along the breakwater، along the breakwater يعني مسافة x، inside the harbor يعني مسافة y. طيب في الحالة دي هو ما يقوله سهل جدا يا هندسة، r بتساوي ايه؟ جذر x تربيع زائد ال y تربيع. طيب البيتا ما هي دي؟ هي دي. يبقى البيتا بتساوي tan minus 1 y على x tan. انا في جميع الاحوال محتاج سيتا وار وبيتا، والله الدكتور اداني سيتا وار بيتا فالدنيا تمام. طيب هعمل ايه اصلا بالسيتا والار والبيتا اللي انت عمال تجيب سيرتهم دول يا باشمهندس وما وضحتليش ايه اهميتهم؟ بص بقى ده التيبلز بتاعك، ده الاول التعريفات، زاويه الانتشار هي الزاويه المحصوره بين خط القرص وامتداد راس الحاجز، او الزاويه المحصوره بين خط الزل وبين الحاجز الامواج نفسه. ده البيتا الزاويه المحصوره بين خط الوصل بين التب وحاجز الامواج حتى نقطه الدراسه، وده الار، وده الاتش تب اللي انا لسه متكلم فيها ارتفاع الموجه عند راس الحاجز وبنحسبها بدلاله الدحوله فقط او دحوله وانكسار الجزء اللي فات، اتش ديفراكشن اللي هو ارتفاع الموجه عند النقطه محل الدراسه داخل الحاجز بنحسبها بدلاله ارتفاع الموجه عند راس الحاجز، والقانون بتاعها الكي دي في الاتش اي والاتش اي كي اس كي ار اتش نوت. تمام. فبقول لك ان الكي دي بنحسبه ازاي؟ اهو رجعنا اهو، انا اسف بس لان الفاي دي لازم اغيرها لكم عشان لما ابعت لكم بس البتاع يبقى الكلام واحد. الفاي دي اللي هي بالنسبه لنا انا كنت بسميها فاي بس الدكتور مسميها لكم بيتا. فعشان يبقى انا وضحت الكلام بس يبقى الكلام ثابت في كل الفايل. فبقول لك الكي دي فراكشن ده او معامل الانتشار ده بيتم الحصول عليه من خلال زي ما قلت لك سيتا بيتا ار. سيتا زاويه الانتشار، بيتا اللي هي زاويه المحصوره بين خط الوصل بين التب وحاجز الامواج نفسه، الار الخط الوصل بين التب حتى نقطه الدراسه. طيب ازاي احسبه؟ بقول لك عندك حاجتين، يا اما تدخل بدلاله ار على ال والبيتا بدلالة سيتا وتجيب الكي دي، يا اما تدخل بدلالة الاكس على ال والواي على ال وتجيب والبيتا وتجيب الكي دي، يا اما تدخل بدلالة الكلام ده في تيبلز. بص ده التيبلز اهو عشان بس ما نلفش كتير. بص بقول لك ايه، تيبل خمسة الكلام ده موجود صفحة كام في الكتاب؟ اتنين وتلاتين، صفحة 32 هتلاقي بيقول لك ايه؟ تيبل 5 diffraction coefficient as a function of theta beta and r على l. يبقى انت يا باشمهندس معاك ال r اللي هي المسافة ما بين التب ونقطة محل الدراسة. طيب هي ايه ال l بقى؟ بيقول لك ان ال l هي الطول الموجي، الطول الموجي للموجة التي تحدث عند التب. يبقى الطول الموجي للموجة التي بتحدث عند التب، يبقى عند التب مطلوب منك تحسب حاجتين، اتش تب والال بتاع التب، يبقى الال تب واتش تب. طيب ايه السيتا؟ اهي بص ركز معايا بقى، انا هدخل بسيتا، سيتا دي اللي هي بالنسبة لي زاوية الانتشار، وهدخل بدلالة الار على ال سواء نص واحد اتنين خمسة عشرة، ولو كانت بينهم بنجيبها بالتشابه
لو كانت بينهم بنجيبها بالتشابه. وادخل بدلاله البيتا، والله البيتا 0 15 30. يعني نفترض كانت الار اللي هي المسافه ار على ال كانت ب2 وكانت البيتا ب15 درجه والثيتا ب15، فادخل فين؟ يبقى معامل الكي دي في الحاله دي ب68. طيب تعالى نشوف لو كانت الار على ال ب2 والثيتا ب15 والبيتا كانت ب90 مثلا، بص هتساوي كام؟ 1.2 من 100، ده كده الكي دي فريكشن. طيب لو كانت الثيتا بتساوي 45 والبيتا كانت بتساوي 90، ايه اللي يحصل؟ بص اهي ندخل هنا بالاثنين ونروح عند ال90، بص فوق اهي 90 اهي، فيطلع معاك الكي دي ب1.4 من 100. حد عنده اي مشكله يا جماعه في الشغل ده؟ طب الاكس والواي بقى عنده مشكله ازاي ايه اللي بيسال؟ الاكس والواي الثاني كده الناس انت دول تمام. الاكس والواي بقى، الاكس والواي يا محمد انا مفروض هدخل بقى اللي هو الكيرف ده. انا ممكن ادخل هنا في الحته دي كده اكس على ال، واطلع هنا ار على ال واي على ال، بس الدكتور للاسف لغى لكم الحته دي يا محمد. فانا قلت لك دايما هتحسبي بقى الراديوس، وندخل بدلاله الراديوس على طول وخلاص. يبقى انت لو معاك اكس واي فانا هروح احسب الار. الار بتساوي ايه؟ الار بتساوي الجذر التربيعي لاكس تربيع زائد واي تربيع. يبقى انا كده حسبت الار. واحسب البيتا ازاي؟ تان ماينس 1 واي على اكس. وركز بقى لان الكيرف ده مهم. بنفس الطريقه خد بالك انا ممكن ادخل التيبلز او ادخل الكيرف الاثنين سيان. الكيرفات هتلاقيها موجوده من صفحه كام؟ من صفحه 20. تمام؟ هتلاقي تحت مكتوب ايه؟ ويف ديفراكشن دايجرام ل 15 درجه ويف انجل. يبقى دي بالنسبه لك بتمثل لك ايه؟ سيتا. طيب فين الار على ال؟ هتدخل شمال نص 1 2 3 4 5. ايه ده يا باشمهندس؟ ده طلع احسن من التيبل. ركز كده، التيبل نص 1 2 5 10. يعني لو كانت 4 كنت هتضطر تحسبها بالتشابه، لكن لو هنا معاك 4 مش محتاج تشابه. فهاجي اعمل ايه؟ هدخل بص 4، بص يا محمد همشي كده اهو الاتجاه الدائري ده كده البيتا ب 4 كده، اسف الار على ال ب 4. طيب يا هندسه لو افترضنا ان كانت البيتا ب 30 درجه، شايف الخط ده؟ الخط ده بص همشي ازاي اهو، همشي عليه لحد ما اوصل للصفر، واقوم جايب النقطة اللي بيتقاطع فيها البيتا مع الار على ال. بص كده ركز يا محمد، دي كده ما فيك كام؟ انا بكبر بس عشان تشوف. بص الخط ده اهو تمام. النقطة دي هتلاقيها ما بين الكام والكام؟ ادي الكيدي فراكشن ايه؟ 6 من 10، 7 من 10، 8 من 10، 9 من 10، 1 وهكذا. هو حتى كاتبها لك اهو الكي داش. فده متاح تدخله وده متاح تدخله انت واللي يريحك. الدكتور قال لكم ادخلوا التيبلز اسهل، انا كنت شايف ان الكيرفات اسهل، بس هنعمل زي ما الدكتور قال. انا يعني وجهه نظري الكيرفات اسهل بكتير جدا. دلوقتي الاكس والواي دي ملغيه؟ لا الاكس والواي عندك ملغيه، هنحسب الار على طول. تمام تمام خلاص، عرفنا الكلام ده كله، عرفنا ده وعرفنا ده. تعال نحل مع بعض المسألتين ويبقى خلصنا السكشن بتاعنا النهارده ان شاء الله، وبارك الله في مرزق. ويبقى انا كده خلصت معاكم السنه الحمد لله. ونتكلم كلمتين حلوين في الاخر بقى، بس بعد ما نقفل الريكورد. اكزامبل، امثله. بيقول لك ايه؟ كونسيدر ا ويف ترين. افترض عندك موجه with period of 6 seconds، 6 ثواني approaching a breakwater، داخله كده على breakwater بزاويه 60 درجه، اللي هو ال 60 درجه دي بتمثل ايه يا باشمهندسين؟ سيتا بتاعك. سيتا اداني سيتا 60 درجه، يبقى انا عرفت سيتا. The water depth at the lee of the breakwater is 10 متر. lee of the breakwater يا جماعه يعني راس الحاجز او
الجزء بتاع الحاجز الموازي للحاجز. يعني لو انا قلت لك الحاجز كده فالجزء اللي موازي للحاجز ده كله اللي هو ده كله الدي بتاعه 10 متر تمام. determine the wave height at point specified by an angle 30 درجة. يقول لك هات لي اتش دي عند نقطة الزاوية بتاعتها 30 درجة from the breakwater والمسافة بتاعتها للتب اللي هو الهيد اللي هي التب 100 متر باعتبار ان الانسيدنت ويف هايت ات ذا ستراكشر هيد باعتبار ان ارتفاع الموجة عند الهيد او التب ب 2.8 متر. تفتكر اعمل ايه في المسألة دي؟ عايزك تفكر معايا كده. اول خطوة في خطوات حل المسألة دي ترسم صح. لو انت طلعت الداتا من غير ما ترسم الله ينور عليك، معرفتك تطلع الداتا ارسم. ادي البريك ووتر اللي اتش تب ب 2.2 الزاوية 60 درجة دي بالنسبة لله سيتا، وادي النقطة محل الدراسة البيتا ب 30 والار ب 100. رسمت الرسمة دي الدنيا تمام، معايا سيتا معايا بيتا معايا ار، ادخل احسب الكيد فريكشن. لا عندي مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ما عنديش ال، ما انا قلت لك انا محتاج ال عند التب. فانت اول خطوة تحسب لي ال عند التب، فاحسبها ازاي؟ بنفس الخطوات اللي هي اللي فاتت سواء كانت شولينج او ريفريكشن. هحسب ال نوت، هحسب الدي على ال نوت طلعت بوينت 178 وانا نوت دي بوتر، فاروح احسب الدي على ال واحسب ال. حسبت ال المسألة خلصت بجد. اه والله بقى معايا R على L وبقى معايا البيتا ومعايا السيتا. سيتا 60 بيتا 30 R على L بكام؟ ب 2.07. 2.07 افترض ليه 2 عشان بس الجدول وما تتعبش نفسك. طيب لو انا عايز اجيب الكي دي هعمل ايه؟ خش الجانب، خلت الجدول ادي الاثنين اهي يا باشمهندس وادي البيتا ب 30، ادخل اجيب الكيد فراكشن. طلع الكيد فراكشن بكام يا عدلي؟ 28 من 100. يبقى هو ده، يبقى الكيد فراكشن 28 من 100 في 2.2 يطلع بوينت 616 متر. حد عنده اي مشكله في المساله دي؟ دي مساله الامتحان لان الدكتور شرحها وقال لكم الواجبه. حد عنده مشكلة في المسألة دي؟ تعالى قعد لي بقى. لو أنا قلت لك بدلالة الشكل الجميل ده ركز معايا كده، الار على ال بكام؟ باتنين. ادي الاتنين ايه؟ البيتا بكام؟ بتلاتين. ادي التلاتين ايه؟ بص النقطة دي، قول لي النقطة دي ما بين كام وكام؟ بص مش هي ما بين الخط ده والخط ده؟ الخط ده 25 من 100 والخط ده 3 من 100، يعني كام؟ ممكن اقول 27 من 100 28 من 100 الاثنين صح، لان اصلا الفروقات بسيطه جدا. بس ده اسهل ليه؟ لان مدي لي اوبشنات كتير للار على ال نص واحد. ده انا عايز اقول لك نفترض يا عادل ان هي 2.5، هعمل ايه هنا؟ بص ادي 2.5 اهي، صح ولا مش صح؟ جبتها على طول. طيب نفترض 3 وتلتين، هقسم دي من المسطرة لتلتين وادي 3 وتلتين ايه؟ انا بس بعرفك. ويبقى هي النقطة دي. يبقى الاسهل بالنسبة لك التيبلز ولا الكيرف؟ كيرف. فهمت يا سلمي ليه الكيرف اسهل؟ ايوه بس ممكن لو في وقت شايك كده. ايه؟ ممكن لو في وقت شايك دي شايك بيه فعلا. فهمت بس يا سلمي ليه بقول لك الكيرفات اسهل؟ تمام بس زلف شايك عليك على حلك بيه بس كده. اخر مساله معانا النهارده ان شاء الله ويفز والتايم بيريود اوف 8 سكند. عندي التيب 8 اند هايت 3 متر والاتلي ب 3 متر ام بينج اوبن هارب بريك ووتر بتتحرك في اتجاه بريك ووتر وزان انجل اوف 135 ديجري سيتا 135
the water depth at the tip of the big quarter 5 متر الديب 5 متر calculate wave height at point inside the harbor يقول لك احسب لي اتلي ديفراكشن عند نقطه بداخل المينا having coordinates المحاور بتاعها 160 متر along the structure and 215 متر inside the harbor. يعني ايه؟ مديك حاجز 160 متر along the structure يعني في الاتجاه X، 215 inside the harbor يعني باتجاه Y. المطلوب منك ومديك الثيتا 135 والاتل ب 3 متر، نفس خطوات اللي فاتت بالظبط، ما عنديش ال، بس هنا الاول احسب قيمه الار والبيتا. فالار هتساوي ايه؟ جذر اكس التربيع زائد الواي تربيع، فتطلع معاك ب 268 متر. البيتا تام ماينس 1 واي على اكس. ثواني كده عشان ده مكتوب هنا غلط. هتطلع معاك البيتا ب 53 درجه 34. السيتا بكام؟ 135. مظبوط ولا مش مظبوط؟ ادخل بعد كده اعمل ايه بقى؟ اجيب الار على ال واجيب السيتا اللي انا واقف فيها، ادي السيتا 135 اهي. وادي البيتا اهي. وادي الار على ال، طلعت معايا الار على ال في الحاله دي بخمسه. جبت ال اهو خلاص ب 53.07 بنفس الطريقه اللي فاتت، حسبت ال نوت دي على ال نوت دي على ال من التيبلز وجبت ال ار على ال طلعت معايا خمسه، فدخلت بالخمسه ودخلت بالبيتا. هتبقى البيتا ما بين كام وكام بقى يا باشمهندسين؟ ما بين 45 و60. المفروض هتجيب الرقمين دول وتجيبها بالتشابه. طلعت معاك كده فراكشن ب 85 من 1000، هي تقريبا ب 86 بالظبط. يبقى لقيت الديفراكشن ب 85 من 1000 في 3، طلعت معايا بوينت 255 متر. في مشكله في مسائل الديفراكشن؟ لا. طب تعالى بص بقى يا محمد، لو انا اشتغلت بالمنحنى، ادي الخمسه ادي ال 53، طلعت معاك النقطه دي، شوف النقطه دي ما بين الكام والكام، يا بس عشان البتاع مش واضح، ما بين 8 من 10 وما بين 9 من 10، يعني كام؟ حوالي 85%. مظبوط ولا مش مظبوط؟ تمام. بص ايه يا جماعه، رخم ومش محدود، يعني ما بيدلكش فرصه انك تفكر، انما ده من نص العشرة. يعني لازم تبقى فاهم هو ليه عمل الكيرفات اصلا، لان لقى ان التيبلز بالنسبه له بياخد مجهود، التيبلز ما بياخدش مجهود، فما ينفعش هو لما يسهل الدنيا احنا نصعبها. بس براحتكم، اللي عايز يشتغل كده صح واللي عايز يشتغل كده صح. اخر حاجه كانت البريكنج، وعرفت الكلام ده المره اللي فاتت، اللي احنا قلنا التكسر بتاع الموجه ومطلوب منك تحسب ليت بريكنج ودي بريكنج، ده انا شرحته المره اللي فاتت، هتلاقوه في السكشن. لو حد عنده اي مشكله يا جماعه في الماده عموما، واي مشكله في سكشن النهارده خصوصا، يقدر